مشاهدي قناة حنبال الأوفياء برنامج الصراحة راحة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج السياسي الذي يستضيف كل سهرة سبت الشخصيات السياسية الفاعلة والهامة في الساحة السياسية. إذن قبل ما نقدم ضيفي لهذه الحلقة نذكركم بالموقع الإلكتروني الخاص بقناة حنبال الموجود الآن أمامكم على الشاشة، وعن طريق هذا الموقع تنجموا تتفاعلوا معنا وتبعثوا اقتراحاتكم وكل أنواع ردود فعلكم، وأيضا عبر الفيسبوك وتحديدا في صفحتي الرسمية الخاصة في موقع الفيسبوك. عن طريق هذه الصفحة أيضا تنجموا تبعثوا أسئلتكم وتشوفوا أخبار البرنامج وتتابعوا الحلقات اللي فاتتكم وتبلغوا كل اقتراحاتكم وكل أنواع ردود فعلكم. إذن يتواصل برنامج الصراحة راحة بأسلوبه المعتاد والغير عادي والخالي من الأسئلة الخشبية، ونستضيف اليوم ولأول مرة ونحاور قيادي من أبرز القيادات السلفية الموجودة والفاعلة في الساحة التونسية، ومن خلال هذه الحلقة سندخل ونزور عالم السلفيين، نزور عقولهم ومواقفهم وعالمهم من خلال ضيفنا اليوم الذي أي ضيفنا اليوم وهو قيادي بارز يوصف بكونه من أكثر السلفيين تشددا وتصلبا وتزمتا، وينسب إلى السلفية الجهادية الناشطة والنشيطة في تونس. وباش نوضح معاه اليوم برشا حاجات على السلفيين لتنويع ضيوفنا، وطبعا هذا البرنامج يستوعب كل الطيارات وكل الشخصيات وكل الأحزاب. مع ضيفنا اليوم باش نحكيو برشا على السلفيين، باش ندخلوا العالم متاعهم من الباب الكبير، باش نكشفوا برشا أسرار وباش نوضحوا الصورة المروجة والرائجة عن السلفيين. نستقبلوا معا الشيخ خميس الماجري. مرحبا بك شيخ خميس في برنامج صراحة راحة لأول مرة. أنت لأول مرة وأيضا الشخصيات السلفية لأول مرة في هذا البرنامج بعد ما استضفنا كل الأحزاب وكل الطيارات، مرحبا بك. طبعا مش نقدم لك البرنامج ولو أنك تعرفه قبل ما نعطيك كلمة البداية. البرنامج هذا يلزمك تنتبه إلى أنه برنامج محرج، برنامج يعتمد الأسئلة المحرجة، وبرنامج غير عادي ولا يعتمد الأسئلة العادية والخشبية والمنتظرة والمتكررة، وديكور البرنامج يتغير حسب مناطق هذا الحوار. استضفناك اليوم باش نحكيو برشا على السلفيين وعلى التيارات الدينية، وباش نحكيو على شخصيتك أنت التي توصف بأن متشددة وحادة، باش نكتشفوا شخصيتك وعالم السلفيين. مرحبا بك. بك بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكركم على هذه الدعوة وإن شاء الله تكون نافعة. أهلا وسهلا شيخ خميس. طبعا طبعا أول ملاحظة ماهيش مسجلة عندي في الأسئلة ولكنها ملاحظة تلقائية، هو أنه على عكس بعض السلفيين الموجودين في الساحة، سيادتك من خلال مظهر نتاعك تلبس لبسة تونسية، جبة تونسية وكبوس تونسي ومظهر تونسي. تعودنا على أغلب السلفيين أو طيار منهم يلبسوا القميص يوصف بأنه القميص الأفغاني أو الملابس اللي يقال أنها ملابس أصلها أفغاني وماهيش تونسية. شنو سر تمسكك بالزي التونسي وتميزك على السلفيين هذوما اللي يلبسوا القميص واللي هما موجودين بارتو؟ بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. كل حال الجبة التونسية هي أقرب لباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب لباس إلى لباس النبي عليه السلام، فكان يلبس جبة وتسمى جبة وهي أقرب إلى هذه الجبة التونسية. بقي لماذا أنا أتمسك بهذه اللبسة؟ هي لباس تونسي، وأنا خريج جامعة الزيتونة، والآن من باب الوفاء هذا زينا التونسي. بقي اللباس الذي يظهر في السوق هو لباس القميص، هذا لباس عملي. الجبة هي مقلقة حقيقة. سبور يعني القميص تقصد يعني عملي سبور، ويعني ممكن واحد يتحرك به. الجبة صعب واحد يتحرك بها يعني. أي وصعب أنه يلبسوها الشبان. نعم ممكن. ثم حاجة ثانية، هي غالية حقيقة. الجبة أي قياسا بالقميص يعني غالية. نعم واضح. شيخ خميس كونك سلفي
وكونك بهذه اللحية وبهذا المظهر البعض تختلف تسميتك وتختلف الاتهامات، البعض يسميك متطرف والبعض يسميك إرهابي والبعض يسميك ظلامي والبعض يسميك سلفي فقط، ودائما السلفي كما سيادتك متهم ومشبوه حتى تثبت براءته، ساعات حتى كي تثبت براءته يقعد ديما متهم ومشبوه من طرف جزء من المجتمع، من طرف الإعلام، من طرف جزء من السياسيين، يعني ديما تطارده الاتهامات، تطارده كلمة إرهابي، تطارده كلمة متطرف، يعني يحيل على الخوف، على الرعب، بالضغوطات نتاع الإعلام، بالترويج الإعلامي، ولا مخيف ولا مرعب. شنو رأيك في الصورة هذه؟ أولاً التسميات هذه. أولاً أنا مسلم وأرفض أن أكون اسمي سلفي، والانتماء للسلف شرف، ونسأل الله أن يحشرنا مع السلف. وسلفنا قائده محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والقرون الثلاثة الأولى التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كم من حديث أن نستنى وأن نتبع أصحابه أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وسمى النبي عليه السلام هذا الجزء من الأمة الثلاث القرون هم الفرقة الناجية، وأمرنا حين الاختلاف إذا كان المسلمين يختلفوا يولوا فرق وأحزاب وجماعات، شنو هو الحل؟ الحل نرجع إلى السلف. الفطرة الزاهية وهي الثلاث القرون الأولى التي جسد الإسلام تجسيدا عمليا، وبها نقتدي ونقتبس يعني منهجنا في كل العصور. فباعتبار أن هي الفرقة الناجية والتي زكاها القرآن في كم من آية، منها سورة التوبة آية 100 قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا القرآن، إذا كان القرآن زكى السلف المهاجرين والأنصار في كم من آية، والنبي عليه السلام زكاهم، وهم الصحابة بأنفسهم زكوا أنفسهم، والتابعون زكوهم، حتى نحن إلى حد الآن نقول هم أحسن الناس، صح ولا لا؟ ولكن فالانتساب إلى هؤلاء شرف، نسأل الله أن يحشرنا معهم. الانتساب نوع والاقتداء نوع آخر، هذا هو الانتساب لا يكفي، لأنه احنا نشوف في سلفيين البعض يتهمهم بأنهم ما همش مقتدين بالرسول وبأخلاق الرسول وبتعاليم الرسول، وما عندهمش علاقة بالسلف الصالح اللي تحكي عليه من حيث السلوك، من حيث الأخلاق، من حيث الممارسات، من حيث علاقتهم بالمجتمع وبالعصر، من حيث تكفيرهم للناس، من حيث عدوانيتهم في التصرف مع الناس. ذو من بعض السلفيين متهمون بهذا، ما يقربوش الإسلام للناس، بالعكس يبعدوه، وهذا مش الغاية من أنا معذرة مزلت ما جاوبتكش على السؤال الأول. مزلت وين الجواب نتاعك؟ نعم أصبر علي، ما هو خاطر الحوار نقاش. أي نعم نعم. فالانتساب إلى السلف شرف، ولكن أني أنا اسمي سلفي لا أرفضه، فالذي يسميني سلفي أرفضه، والذي يسميني سلفي جهادي أرفضه، والذي يسميني متطرف أو إرهابي أو فهذا كله ظلامي أو رجعي أو فهذه على كل حال هي تهم يتقنها السياسيون ليستأصلوك ويبعدوك من الساحة. لا، ولكن سلوكك أحيانا، معاداتك للعصر وقطيعتك مع العصر تفرض هذه التسميات أيضا وتبررها ساعات، لأنه كي يقولوا ظلامي أو رجعي. متى عرضنا العصر نحن؟ متى يعني شنو دلائل قطيعتكم مع العصر؟ معاذ الله، نعيش العصر، نحن نعيش العصر. وأنا عشت 20 سنة في باريس بالضبط، حيث الحداثة وحيث الحضارة. ولكنك عشت 20 سنة في باريس وليت عدو للديمقراطية وما تمنش بها وما تعترفش بها. هذا موضوع آخر. أما مظهري، أما اللحية، فقد جاء 17 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإرسال اللحى. لا، ما حكيتش على اللحية. لا، أنت قلت في أول الحصة أنه من مظهرك يعني اللحية سنة أمرنا، وهذا ما يميز الرجال عن النساء. وكانت عائشة رضي الله عنها تقسم تقول: والذي خلق الرجال باللحى، أو والذي زين الرجال باللحى. وهذه ليست صفة، هي صفة الذكورة. يعني اللي ما عندوش لحية كيفي أنا مخالف للسنة؟ طبعا ما فهم، يلزمني نعمل لحية باش يفرقوني عن نساء؟
لا لا يميزوني؟ مش هذا لا الذكورة دائما الله عز وجل خلق الذكر يختلف عن الأنثى. من جملة الصفات ولا جملة الأشياء اللحية. مثلا لو تقارن أنت بين، خليني نعطي مثال، بين اللبوة والأسد، ثم فرق بين اللبوة والأسد من جملة الفوارق هو الفروة اللي عند الأسد، بين الدجاجة والديك، بين الكبش والنعجة. فالذكر دائما له ميزة وخاصية. ونحن إذا كانت نتفرجوا في أفلام مثلا على عيسى وموسى، قلت عيسى وموسى الرجل أي الذكر دائما، هذه الله عز وجل خلق هكذا ذكر يتميز عن الأنثى. من جملة مميزاته أنه في مظهره، يعني في وجهه، شيء يخالف الأنثى فقط. أما مسألة بعض الشباب، الشباب اللي أخلاقهم يعني فيها شدة، فهذا هذا مشهود وأنا أقر به. ثم الغلو في شباب المنتسبين على التيار السلفي، ثم الغلو كذلك حتى في السياسيين. الآن عندما تفتح الفجر في العدد 38 تقريب، فجر جريدة النهضة، أي في هذا الدكتور محمد الرحموني يكتب مقالا في غلو من نوع كفر السلفية تحت عنوان كفر السلفية. أي نعم، في حتى أنتم تكفرون النهضة، حتى أنتم صفحة رقم 8 قال الخوارج الجدد وكفرهم، جعلهم كفارا ومنافقين وأعراب، يعني بدو جلاف يعني، وجرابيع. وجرابيع، اي نعم يا ربيع، يعني هذا في جريدة النهضة، هذا في جريدة النهضة وصف السلفيين بالجرابيع. اي نعم، وتم نشر هذا المقال في الجريدة. فهذا غلو يعني، هذا لا نحاكم به النهضة، أما ثم غلو في كل تجمع سياسي ولا فرقة من الفرق، ثم غلو. وصف الجرابيع نوع، فيه نوع من غفر الله له. غفر الله. على كل حال، نحن المحسوبين على مشايخ التيار السلفي، وإن كنا نرفض هذا الاسم لحد الآن، لأن نحن مجموعة من المشايخ نلتقي وما زلنا لم نسمي أنفسنا. فنحن نتحاور وتناقش، لسنا تنظيما وليس لسنا حزبا، مجموعة مشايخ يقيمون بدروس، دروس، محاضرات، ويحلون مشاكل تقع. ولكن لم نكفر أحدا. أعطيني موقفا فيه تكفير لشخص أو حزب أو جماعة. فإذا صدر هذا عن أشخاص عاديين، هذا دكتور، هذا دكتور في جريدة الفجر. شوف شيخ خميس، أنت شيخ وعندك أتباع في تونس، ما يسمى بالأتباع والأنصار. أرفض أتباع، لأني لست، لم أقدم نفسي زعيما. عندك أو أنصار يعني، أنت رمز اليوم من رموز السلفيين. عندي يعني مش تتبرأ من صفة السلفيين لأنك رمز، واليوم عندك أنصار وعندك شباب يأخذوا برايك. نعم، وتنجم تتحكم فيهم وتنجم توجههم، وهذا من نعمة الله عز وجل. يعني الشباب هذو ما سلفيين، يعني نحن نرفض لحد الآن. وأنت تنسب إلى السلفية الجهادية، وهي من أكثر التيارات السلفية تشدد وتزمت وتسلب، هذا حكم، وتدعو إلى الجهاد المسلح وبرشا ما. وأنت أيضا متأثر بفكر القاعدة، وتعتبر أسامة بن لادن مثل أعلى وقدوة. نعم. طيب، باقي نرجع أن لم نسمي أنفسنا سلفيين، سمانا الإعلام. باهي، مش مشكل التسمية، وعلاش تتبرأ منها؟ ماهيش أنا قلت لك شرف، بعض شوه السلفية. أنا قلت لك شرف أن نكون من السلف إن شاء ولكنك الله، ولكنك مش سلف، ولكن لم نسمي أنفسنا. والإعلام سمانا، ثم إعلام القصر سمانا مشايخ سلفية، والجزيرة عندما نقلت الحدث مباشر يوم التقينا بدكتور المرزوقي سمونا سلفية الجهادية هكذا، يعني الناس تسمي، ونحن لم نسمي أنفسنا. قلت لك نحن ما زال غير ما تسمي روحك. أفكارك، مبادئك، خطابك يصنفك، لأنه عندك خطاب معين يخلي الإعلام أو السياسيين يصنفوك من خلال خطابك. هم صنفونا، ما سمعوناش، ومن خلال فكرك هما سمونا، مازالوا ما سمعوناش. قريت لك بعض المقالات، وعندي حتى وثائق عندي من قبل، رجعت لك المقالات، كنت نعرف الفكر نتاعك. نعم، والنجم حتى انا بدي نقول انك سالف في جهتي. نعم، من خلال افكارك اللي قريتهم. انت حر، لكن هذا ديما التصنيف الاعلامي، وانت حر انك تتبرأ من هذا وصفي. هذا التصنيف الاعلامي والسياسي. اما العلماء لم يصنفونا. بالضبط هذا التصنيف السياسي. لا، العلمي حاجه اخرى. العلماء لم يصنفونا، ونحن لأننا دعاة إلى الله عز وجل، نحن نرتاح ونطمئن إلى التصنيف العلمي للعلماء المشايخ. أما السياسيون فلهم أجندة خاصة، والإعلاميون لهم أجندة خاصة. أنت تو تحكي على السياسيين وكأنك ما عندكش بهم علاقة. أنت من مؤسسي حركة النهضة في آخر أواخر السبعينات. أنت أسست حزب
اليوم حزب سياسي يحكم اليوم في البلاد، انت من المؤسسين نتاعه. نعم، انا خليني نجاوبك ساعه. تفضل. اما مساله التسميه، فانا اقدم نفسي مسلم ككل التونسيين، سني مالكي ككل التونسيين، ومالكي. فانا على المشترك التونسي انا هكذا اقدم نفسي. واضح. تو نجيو للحركة النهضة وكيفاش ساهمت في تأسيسها. أما في مسألة تأسيس حركة النهضة، فكان لي الشرف لله الحمد أني كنت من القدامى، يعني السبعينات، وجدت في الجماعة الإسلامية اسمها وقتها الاتجاه الإسلامي. الجماعة قبل ما تولي الاتجاه الإسلامي هي اسمها سري الجماعة الإسلامية، كانت حركة سرية. نعم، انطلقت سرية من السبعينات، وكان مؤتمر التأسيس نتاعها سنة 79. وهنا نحب نلفت قوس للأستاذ صلاح الدين جورشي الذي لامني في القناة الوطنية، فأريد أن أقول له لكل التونسيين بأن صلاح الدين جورشي هو من الناس الذين انتدبوني للجماعة الإسلامية التي كانت تكفر الديمقراطية. نعم، يعني هو من الناس اللي انت يعني هو كان على رأس مكفري الديمقراطية. اي لا مال. كان يكفر، يعتبرها كفر الديمقراطية. اي الجماعة الإسلامية كانت هي السلفية اليوم. هي نفس الفكرة. اي النهضة أصلها سلفي طبعا. أصلها سلفي وتطورت الآن أصبحت ديمقراطية. وصارت تتبرأ من السلفية بريس. هي والله هي أعمالها أعمال لا تليق. هاي جريدتهم توصف فيكم بالجرابيع. الله يهديهم، ماذا أقول؟ الله يصلح حالهم إن شاء الله وحالنا جميعا. فين كنا؟ كنا في تأسيس حركة، في تأسيس كانت الجماعة الإسلامية، ثم بعد ذلك صنفتنا جريدة الرأي التي كان يرأسها حسيب بن عمار بالاتجاه الإسلامي، لأنه الأخوين عبد الفتاح مور وراشد الغنوشي أرسل بيانا أحداث الشغل تقريبا عام 78 باسمهما، فهما قالوا كيفاش نخرجوا بيان باسم شخصين، فسمونا حركة التجاه الإسلامي. اللي سمانا حركة التجاه الإسلامي هو حسيب بن عمار وجريدة الرأي. نعم. واللي سماها حركة النهضة بن علي، اسكو هذا صحيح؟ أنه حركة النهضة التسمية سماها اقترحها بن علي؟ لا لا، حركة يعني فما شكون سي الحبيب الأسود من القياديين القدم في حركة النهضة ومن الناشطين القدم في حركة النهضة قبل ما ينصرخ عليها، قال أنه التسمية نتاع حركة النهضة جات باقتراح من بن علي، كانت شرط من الشروط باش يعطيهم التأشيرة ويخليهم ينشطوا. نعم. قال لهم خليوا الاتجاه الإسلامي وسميوها حركة النهضة. لا، اللي وقع اللي نعرفه أنا وأنا وقتها في مجلس الشورى هي التي قررت الاسم. الحبيب الأسود، الأخ الحبيب الأسود ما كانش معنا. وما شهدنا إلا بما علمنا، وإذا قلتم فاعدلوا. الحق أن الاقتراح أن بن علي وقتها في لقاء مع الأستاذ راشد الغنوشي قال له أنتم بركة مسلمين حركة التجاه الإسلامي، نحن كنا مسلمين، بدلوا الاسم تأخذوا تأشيرة حزب. فاقترحش حتى اسم. الذي أعلمه أن الاقتراح جاء من الأستاذ راشد الغنوشي في مجلس الشورى. كنت حاضر أنت؟ أي أنا فيه. وأنا اقترحت حركة التوحيد أن تسمى حركة التوحيد. والفارق بين حركة النهضة وحركة التوحيد في الأسماء في التسمية هو صوت واحد. صوت واحد هو رجح حركة النهضة على حركة التوحيد الذي اقترحته أنا. قبل تو نوصلوا لحركة النهضة عنا عليها فصل كامل باش نحكيو عليها ونحكيو على علاقتك بها وانفصالك عليها بعد 15 سنة أو أكثر من النشاط فيها، انفصلت عليها وبعدت عليها. تو نحكيو في الأسباب والمسببات ومواقفك الحالية من حركة النهضة، ولكن نبدأ بشوية بشوية نحكيو على صورة السلفيين في تونس. جزء من الشعب التونسي يعتبر السلفيين غرباء عن المجتمع، غرباء في ملابسهم في أفكارهم، وزاد السلفيين في نفس الوقت شيخ يعتبروا جزء من الشعب التونسي كفار، أو اللي ما يقولش كفار يلطفها شوي يقول علمانيين، ويقولها بطريقة إقصائية تحقيرية، يعني فيها نوع من التكفير الغير مباشر، وأنه يقصد بالعلمانيين هم أعداء الدين، هم الفاسقون، هم الغرباء عن أصالة الشعب التونسي. وهذا التراشق بالألفاظ والقطيعة بين العلمانيين وبين السلفيين المتشددين. على كل حال، أنا يعني أفعال العقلاء تصان عن العبث. نحن عقلاء والبلاد تمر بمرحلة دقيقة جدا. فالأصل أنه
إذا كان ثم غلو ما يزمش يكبر ويتنفخ فيه ويولي كورة ثلج وتولي أزمة في البلاد. فتنة. نحن إن شاء الله مصلحون. أنا بقيت 20 سنة في باريس وما لم تلحق بي أي تهمة. وأنت تعرف المخابرات الباريزية والفرنسية وقوتها، وأنا دولة من 5 دول قوية. ولكن كنت مزعج، عندي أحداث وحوادث مع الأمن الفرنسي، كنت مزعج. مزعج طبعا، لا شك. كنت في المساجد معروف بالتشدد نتاعك، بالغلو نتاعك، بالتطرف نتاعك، بالخطاب الحاد. نعم. ونحاوك من إمام من جامع من مسجد في برباس جكروا. نعم. في برباس. نعم. الأمن الفرنسي جهزك وقتها. نعم. ونحاك من جامع بالسيف بالقوة. أيوة. حطني في أراد أن يقاضيني. ما كنتش معتدل ومتعايش. هل تتصور يا أستاذنا الحبيب، هل تتصور أن فرنسا اللي ضبطت إسلام قالت جو فولي ان إسلام دو فرانس اي با ان إسلام ان فرانس، يعني هم وضعوا إسلاما وجعلوه كما سروال عبد الرحمن، قصوا فيه كما يحبوا، فصلوه واللي يخرج على الإسلام هذا يعني يتعامل معه موجود في تونس الإسلام هذا. أي أنا جايك يمثلوه بعض الرموز الدينية. أنا إذا كان أحزاب وحركات، أنا إذا غضبت علي فرنسا فهذا من فضل الله علي أني لم أقدم إسلاما فرنسيا. إسلام لايت يسميه، إسلام فرنسي. أنا قدمت إسلام الذي تعلمته في جامعة الزيتونة. وعندما عرضوني على محكمة الإرهاب، لا مش اللي تعلمته في جامعة الزيتونة، الذي تعلمته من أسامة بن لادن ومن تنظيم القاعدة. لا طيب. أنا إسلام جامعة الزيتونة هذا معروف بالسماحة بالاعتدال. أنت باقي أستاذنا تتهم في أني متشدد، مانيش عارف المقياس الذي مقياس هو خطاباتك ومقالاتك اللي قريتهم. لا مقياس هذه يضبطها ويحكم عليها أهل العلم. ما نشوف شخص آخر غير قريت له مقالاته وتبعته وحضرت الحصة وشفته. ما نحبكش تلبس قناع. هل أنت يا أستاذ حبيب هل أنت عالم دين؟ لا مانيش عالم دين. إذن كيف تقيمني بأني متشدد؟ ما عنديش الحق نقيم أنا؟ لا يزمك أنا كصحافي كمواطن كشخص. أسمعني. أنا نجمش نقيمك أنت وأنا ما عنديش شهادة علمية في الإعلام. يقيمني أي مواطن؟ لا لا الأصل لا. يقيم برنامجي أي مواطن؟ لا برنامج إعلامي حاجة أخرى. برنامج إعلامي شيء، لكن الدين شيء آخر. الدين له ضوابط. أعطيني من مواقفي أني أنا متشدد على أصول علمية شرعية. أما على الهواء، على هواك يعني لا باسيون على كما تحب أنت كما تحب. لا فهذا ما عادش يولي علم، ما عادش يولي احترام الاختصاص، ما عادش يساهم في احترام أهل العلم والباحثين. يعني ما عنديش حق نناقشك يعني. لا عندك الحق نناقشك. نقبل منك كل شيء. لا بالعكس أنا على الجاي هنا. قوالب مسبوبة. لا أنا على الجاي هنا. لا أما الحكم علي بأني متشدد متطرف على أني متطرف ما قلتهاش. يا سيدي. قلت لك توصف يعني مش وصفي أنا. إيه على كل حال الكلام قلته أنت متطرف إرهابي ظلامي سلفي. إيش خليت ما قلتش. كله توصف بي. أنت كي قلت لي أنا تعلمت في جامعة الزيتونة، قلت لك يا شيخ رو أنت القدوة نتاعك. نعم. أسامة بن لادن ما قراش في جامعة الزيتونة، وتنظيم القاعدة ماهوش من تنظيمات جامعة الزيتونة. تسمحني نكمل. أنا هذا الكلام اللي قلته للمخابرات الفرنسية، قلت لهم أنا تعلمت في جامعة الزيتونة، ما قالوا ليش اللي قلته أنت. قلت لهم أنا تعلمت في جامعة الزيتونة، إذا كان الكلام اللي هو على المنبر قلقكم يجيوا علماء يحاكموني مش الشرطة. مش مدخل الشرطة ومقاومة الإجرام والإرهاب. تعديت على قضايا متاع الإرهاب في فرنسا. فالذي أردت أن أقول ما تقوليش ما عملتش مشاكل في فرنسا. أنت مشكلة مع البوليس وأنت على منبر مكرمة وممدحة أفتخر بها. أي مش مشاكل. لا حشيك ما قلتش مشاكل إجرامية. ولذلك ما عاد أي ما بقى حتى إجرام إلا نتكلم. أنا قلت لهم لقد جو فوزي كرو لقد خدعتموني وكنت أعتقد أنكم ديمقراطيين، أنكم تسمحوا لي بأن أقول ما أراه ما أفكر فيه. ولذلك أنا عندي موقف من الديمقراطية، أنا سميتها الكذبقراطية. كذبقراطية ما فيش ديمقراطية. يحاكموني على فكري. الآن السلفيين شنو اللي عملوه الآن؟ عندهم فكر، اسمعوا لهم، قالوا اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. ونزيد نشكركم أنا دعوتكم هذا حتى تسمعوا من هؤلاء ماذا يقولون. نحن لم نأتي بدين جديد، ودين كما يقال الآن يراد أن يكعب. يعني ثم ناس تحب تعمل دين تونسي كما دين فرنسا بالضبط. هذا اللي قلته مثلا الشيخ عبد الفتاح مورو يوصف بأنه
يوسف، هذا الوصف الإعلامي والوصف السياسي، يوسف بأنه معتدل ويمثل الإسلام السامح والإسلام المتسامح، ثم شكون يسميه إسلام لايت. نعم. الإسلام اللي يروج فيه الشيخ عبد الفتاح مورو. نعم. لقي قبول كبير. نعم. وترحيب كبير، والناس ترحب به وتمدح فيه وتمجد فيه. نعم. ويعتبروه رمز الاعتدال. نعم. ويعتبروه رمز التوافق. نعم. وجزء كبير من التوانسة. نعم. شنو الإسلام هذا؟ شنو الفرق بينه وبين الإسلام اللي تروج فيه الشيخ عبد الفتاح واللي تدعو فيه تدعو له أنت؟ الشيخ عبد الفتاح سمحت له الأعلام شي يبرز الساحة. ساحة وبين. أنا أول مرة برنامج يعني مش مرة يعني تونسية دعاوني، وكذلك نشكر محمد بوغلاب اللي دعاني منذ سنة في التونسية العالمية. فالمقصود حتى لما دعتني التونسية العالمية، الناس كل سبت سي محمد بوغلاب وعلاش تجيب فيه، حتى أنا باش نتسب زاد. أكيد أكيد، ولكن أنا وهذا يرفع من قدرك إن شاء الله. لا ولكن أنا ما يهمنيش بالنسبة بالحكايات. لا لازم لازم أنا من حقي كتونسي، أنا من حقي كتونسي يلزمني معناها الناس تسمعني. لا لا أنا حتى أنا نعاود نرحب بي. بارك الله فيك. ومن حقك مش تقعد في الكرسي هذا وتعبر على رأيك ما دامك تونسي وما دامك محترم القانون التونسي وأخلاقيات وقواعد حرية التعبير. بارك الله فيك. والبرنامج هذا يستوعب الناس كله ونكملوا حوار. فالأستاذ عبد الفتاح مورو أنا دعوته من أول يوم، يعني الأسبوع الأول لما نزلت بعد 2000 بعد الثورة المباركة، نصحت الشيخ فتاح قلت له الشيخ ابعد عن السياسة، ابعد عن السياسة وادخل المساجد وخاطب الشباب خطابنا القديم مش الخطاب السياسوي. كان عنده خطاب قديم؟ اي نعم، هو كان عنده كان سلفيا. كان سلفيا، النهضة كلها سلفية. نعرف إذا معروف. قلت له خاطب، لكن الشيخ عبد الفتاح مورو كان سلفي وكان خطابه مش الخطاب هذا اللي يروج فيه. لا لا لا، هذا خطاب سياسوي هذا. سياسوي مش ديني. لا لا مش ديني. مش تكلم في الدين الشيخ عبد الفتاح. أبو هو حب يعمل السياسة بالدين. لا لا دونك، ولا بعد عدي بعد على الدين نوعا ما الخطاب نتاعه، يعني يأخذ من الدين ما يحلو له. نحن المحسوبين على المشايخ التيار السلفي المؤقت، سمينا السلفية المؤقتة كما رئيس الدولة مؤقت وكما الحكومة مؤقتة، سمونا مؤقتين حتى نعنى أنفسنا. نحن خطابنا إسلامي متكامل، ما هوش خاضع إلى أجندة سياسية، لا نوظف الدين لعمل سياسي، ولذلك نحن لم ندخل السياسة لا حزب لا معارضة لا. نحن نعتقد بأن التونسيين وقع تخريب عقولهم بإبعاد الصورة الصحيحة للدين. فنحن في إطار الإصلاح بعد الثورة نحن مصلحون، والجانب الأهم في الإصلاح في تقديره هو عقائدي وأخلاقي وتربوي. ولذلك وهذا هو منهج الإمام مالك رحمه الله. نحن مش مالكيين. قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في التفسير والتحرير وتفسير التحرير والتنوير، وكذلك في كتاب أصول النظام الاجتماعي. يقول أن الإصلاح لابد أن يكون تربوي عقائدي تعليمي فكري، وكذلك في يفسر قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال الخليفة لا يمكن أن يكون خليفة الله في الأرض إلا بالعلم. فنحن هذا منهجنا، فنحن مصلحون بزاوية أخرى. إذا اختلفنا مع إخواننا التونسيين سواء كان سياسيين ولا، فيسعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون، فعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الضع الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فكل واحد منا يخو شعبة. نحن مخذين شعبة التربية والأخلاق والدعوة. واللي يحب يعمل السياسة يعمل، واللي يحب يعمل اقتصاد يعمل، ونتكامل من أجل إصلاح البلد. لأنه ما يمكن يا أستاذنا، لا يمكن إصلاح تونس بدون إنسان صالح. لا يمكن أن تحدث تنمية اقتصادية وحضارية ومدنية إلا أن ينمى التونسي تنمية روحية عالية. فنحن نقوم بأضخم عمل، أضخم عمل للتنمية هو التربية والتعليم. الثورات كل في العالم قامت على أساس فكري. شوف ثورة الصين قامت ثورة ثقافية قبل ثورة صناعية. فكذلك الغرب الذي قام على بثورة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان. ولكن الثورة التونسية ليست ثورة دينية. ثورة الكرامة وثورة كل ثورة شو كرامة الشغل وثورة الخبز والناس فقراء والناس بطالة خبز وعندنا مليون بطالة. معناها توانسة خبز الكرامة من بين أسس الكرامة.
إن الحرية وهي الخمس. نحن معها، نحن مع الحرية، وربي عز وجل عندما ذكر الأنبياء ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والرسول عليه السلام كان يقول خلوا بيني وبين الناس. نحن هذا من حقنا، نحن الآن في الحرية، ونحن سنساهم من أجل إبقاء تونس حرة، ونحن لن نقبل ديكتاتورية جديدة. ما معنى حرية؟ يعني حرية، الحرية هي أنك تتدخل في سلوك نمط العيش نتاع التوانسة نتاع الناس، أنك تحب تغلق مثلا، مانيش ندافع على حتى جهة، ولكن أنا صحافي يلزمني نمثل الناس كل، تغلق الخمارات أو الفنادق أو الواحد وتنصب وتفرض الشريعة مثلا في دعواتكم في خطابكم الديني. ندعو إلى إغلاق الخمارات، شو المشكلة؟ علاش؟ وإلى تطبيق الشريعة هكا، علاش لا؟ شو المشكلة؟ هذه رؤيتنا للإصلاح. ما كنتش نقول لك قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. يا أخي ماناش مسلمين يا أخي، تونس حجر جماوات يا أخي، نحن قرطاجينيين وضد حرية المرأة يا أخي، نحن قرطاجينيين يا أخي، نحن يا أخي نحن رومان، نحن منا مسلمين، عندنا هوية، ولكن الإسلام بالإكراه. ما قال لك يا أخي جينا نحن وكرهنا الناس على أي ثم جزء من التوانسة يعتبروا هذا يودي يعفى على العقلات وصانوا على العبث. خلينا من هذا عدوانية، يعني عداوة ضد الحرية. يا راجل حاكمنا بما قلنا نحن ونقول نحن الكبار. هذه الآن البلاد في فتنة، وإذا أردنا أن نصلح ننظر إلى الكبار ماذا يقول، لا تنظر إلى الصغار. أولاد صغار اللي معناها قد نجدوا أولاد صغار، هذه اللي تشوفهم اللي أنت يكسر حانة ولا يفرط، لا يأخذ هذه شاذ، هذه يعني احداث شاذه لا يحكم عليها. يعني فنحن ماذا نطرح؟ انت مثلا أي. شيخ انت لا تدعو الى تكسير الحانات والى اقتحام الفنادق واغلاق البارات بالقوه؟ لا لا، انا نحن ندعو بشكل مدني. نحن نطالب. انا كنت في بوعرقوب، يعني نعمل في محاضره البارح، كنت في بوعرقوب البارح في محاضره، الناس متقلقه لان في عهد بن علي وفي عهد بورقيبه ما سمحوش الى نقطه بيع موجوده في بوعرقوب فين يصنعوا ويبيعوا. الان في عهد النهضه تفتح تفتحت نقطه بيع خمر. نعم في عهد النهضه اي وش تقول فيها باستهزاء وسخريه، واحد يندبهم. الله اكبر. يعني قالوا لهم كيفاش انتم صوتنا لكم انتم، يعني الناس متقلقه من فتح نقطه بيع خمر. لا يا اخي فرحانه، لانه في نفس الاسبوع ما فما ناس فرحانه زاد شيخ، ولا يسمعني ثلاث ايام باهي، احنا الناس الفرحانين منذ ثلاث ايام منذ ثلاث ايام في جرومباليا، واحد شاب عمره 26 سنة طلعت له الهاشمية، فهمت؟ وهو سكران. شو معنى الهاشمية؟ يعني الهبلة، يعني النشوة. اي هاشم النشوة. الهاشمية سكر سكر. سكر يعني النشوة. ما يسمى بنشوة الخمر. نشوة هكا تو نشوة نشوة. نختلفوا في التسمية. يا سي سمير شوف النشوة فين هزته. طلع البوتو. الهاشمية نقول. الهاشمية احنا جماعة البلدية عندهم كلمات. اي نعرف. الهاشمية طلع في البوتو 25 متر ويكلم في خطيبته بالبورتابل فرح. فهمت؟ علاش؟ فرح طلع الواحد توريفال نتاع تونس. يعني يدري شنو معناها اش تقصد بها. وبعد ساقيه يضربه من الهواء يشدوا زوز خيوط ساعة ونص هو يتحرق يهبط قطعة قطعة بسبب الخمر. بسبب الخمر هي طلعت له. نحن كنقولوا وقفوا الخمر، لأن الخمر الآن الخمر راهو اقتصاديا ضر بلادنا واجتماعيا فككها. انت يعني تدعو النهضة إلى توقيف غلق البارات؟ مش النهضة، ندعو توانسة الكل. علاش النهضة؟ اي طبعا بالقانون، يعني مو الدولة. شو توانسة؟ ندعو توانسة، تدعو توانسة إلى غلق الخمارات. لا لا نعم، الدولة هي المسؤولة، وهي ستسأل يوم القيامة عند الله عز وجل. الناس اللي قاعدة تموت، والناس اللي تقتل، والناس تموت في الأكسيدون في الطريق بسبب الخمر. أنا والأب الذي يدخل سكران عوض يتجاهل زوجته يمشي لبنته. أعوذ بالله شيخ. والسياح؟ السياح، السياحة اللي دخلنا في جزء كبير من الميزانية نتاعنا، السياحة واللي نحن نجوع بلا سياح. الله أكبر. طبعا ربي قال الذي أطعمكم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمكم من جوع وأطعمكم من خوف. شكون يطعم، ربي ولا السياح؟ يا أخي ربي ما قالش معناها متخدمون السياح من بين أبواب الرزق. السياحة أولا المطعم هو الله. متفقي. طيب واحد. متفقي. اثنين. أي. السياحة هي
حتى على مستوى الحلول الاقتصادية هي فاشلة باعتبارها أنها تقدم خدمات خدمات والدولة اللي يقوم اقتصادها على الخدمات اقتصادها أي ضربة من الضربات يقع خلل في الاقتصاد التونسي. نحن تونس علاش ما ترجعش ما تمر روما مثل قبل القمح والشعير والقطانية. نحن إذا كان صارت مجاعة في تونس لا قدر الله مازال يجيك سواح؟ إذا كان جات نحن عندنا اكتفاء ذاتي في الورود. نحكي على التونة. لا حبيت نقول أنت أن أنت تحب سياحة حلال يعني. الخيار السياحي ما هوش حل لاقتصاد البلد. واضح. نحكيو على التو اذا كان صارت مجاعه في تونس مش نمشي ناكل السواح من اولويات شوف البلاد في هذا الوضع ماهوش من اولوياتها اللي تحكي عليها انت غلق الخمارات والخمر من اولوياتها يا استاذنا يا استاذنا ثم دراسات اي نعم دراسات عنا دراسات الان انا مليون بطال بعد ما تغلق هذا الكل والريستورونات وتسكر السياحه يوليو 3 مليون انا قلت سكر سياحه لا انا قلت غلق الخمارات هو لا مس بالسياحة لا استاذنا استاذ سامي او منع الخمر في تونس كامله في اسمان اي يمنع الخمر مش ندافع عن مدار اعرف انك في موقع الشيطان انا في موقع الشيطان للاسف نعم الشيطان نعم لا فالذي اقصدت ان اقول انا ما دعوتش الى ايقاف السياحه تكون سياحه اسلاميه شو المشكلة يا اخي الان ما فماش سياحه اسلاميه في الحرمين الناس تمشي عمره ما فماش حرمين في تونس ثم تونس جميله تعرف أنت الآن نحن لابسين لباس ربيعي في باريس الناس تتقرمت الآن من البرد بلدنا جميلة من أمتع ما خلق الله عز وجل والله العظيم أنتم ما تحرمتوش من تونس نحن تحرمنا منها تحرمنا حتى من الأذان يا أخي 20 سنة ما سمعش الأذان في شوارع باريس أنتم لا تدركونش معناها واحد خرج في البرة وجاء البلد 20 سنة ما سمعتش الأذان ولكن فما مساجد في باريس وانت امام ما فيهاش اذان وانت امام ما فيهاش اذان ما فيهاش اذان ما فيهاش اذان صحيح مسكرين كأنها سردك معناها في الكاجوات نتاع الدجاج فما دعيناش الى انه توقف السياحه لا السياحه تكون لها مرجعيه هويتها واضح. تونس مفتوحة محبوبة الجزائريين يجون الليبيين مجموعة الخليج ممكن يجيو نعم إذا أنت تعتبر أنه النهضة ما طبقتش الإسلام أو حادت عن الإسلام أو تحولت إلى حركة سياسية وما عادش حركة دينية طبعا هم قالوا هذا قالوا نحن حزب سياسي المهم ما ترجعنيش ديما للنهضة اي ما نحكي على الوضع بصفة عامة والنهضة اليوم في الحكم المسؤولين عليه الآن الترويكا المسؤولين الترويكا هم 3 أحزاب حاكمة ولكن الحزب الأغلبية هو النهضة تقريبا وزير السياحة مش نهضوي تكتل اي مش حتى لو كان هذا على كل حال تتحمل الحكومه ربي لو كان جيت انت وزير سياحه يا شيخ معاذ الله شنو الاجراءات اللي تعمل معاذ الله انا مانيش سياسي بكل انا اعتبر السياسه نجاسه لا شنو الخطوات الاصلاحيه اللي قلنا ولا لو انا قلت لك انا يتقع مراجعه السياسه نجاسه قلت لي السياسه الان هذه الموجوده اللي سموها بيضنا الكبار البوليتيك الناس قلت عن بوليتيك يعني فيها تبلعيت وكذب ومشي حالك قاعدين يكذبوا توا علينا اي ما لا خباء مش وعدونا مش وعدونا يعني الشيخ راشد الغنوشي وسي عبد الفتاح مورو وجماعة الكل قاعده تكذب علينا يعني هما اخي ظفرين معناها هذه كلمتك انت هما في السياسه هما مش في السلطه الان في السلطه هو في السلطة؟ أبو؟ لا عبد الفتاح في السلطة؟ يعني نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مور يعني الرجل الثاني في حركة النهضة هم أحزاب مش هم يمسكوا الشيخ راشد الغنوشي ما يحكمش اليوم في تونس؟ أنا في بالي ما يحكمش ماهوش هو مسؤول دستوريا هو الناس كل تقول لي هو رئيس الرؤساء وهو اللي يعين وهو اللي يحكم وهو اللي دستوريا دستوريا هذا دستوري دستوريا المحاسب هو المرزوقي محمد جبالي المرزوقي والمجلس الوطني التأسيسي المرزوقي يحكم؟ يحكم فيما يستطيع ان يحكم هذا اللي قال لنا ماذا تو باش نفيو عليه زاد هو ما صلاحياته محدوده اي لكن عنده صلاحيات انت تو قلت الشيخ راشد ما يحكمش وبرشا توانسه يقولوا انه هو الحاكم بأمر دستوريا مش يحكم دستوريا لا تطبيقيا هو اللي يحكم هو اللي يحكم هو اللي يحكم طبعا انا نتكلم الجانب الدستوري هو ما يحكمش لا مش عندنا في الجانب الدستوري هذاك الجانب الدستوري طبعا حاجه اخرى الاستاذ راشد الغنوشي هو هو اليوم اللي يحكم في تونس الحاكم بامر الله وشنو هي الدليل نتاعك يعني شنو البراهين نتاعك انت تعرفوا بينصير بالقدا عشرت اما شنو البراهين نتاعك هو ما يقعش حاجه في حزب النهضه الا هو رئيسها حتى في الحكم
طبعا وهو رئيس الحزب وهو متقدم على اساس حزب ولا هل تعتقد بان حكومه رئيسها رشد الغنوشي تعمل شيء هو مش راضي عنه؟ لا، هذا وهو يتقابل معهم بعد كل صلاه الفجر مع الحكومه. تو كل بعد كل صلاه الفجر شفتهم بعينيك يا اخي؟ لازم نشوف تو تجيك الاخبار. تو انا يلزمني نمشي لطوكيو باش نشوفها باش نعتقد انها موجوده. تجيك الاخبار انه يتقابلوا كل بعد صلاه الفجر يوميا. تو هذا مش عندك سي سمير؟ مش لا، نسال فيك انت. تو انا ما نجيش نجاوب في العباد. نعم. انت تجاوب به. علاش تو انت من مؤسسي حركه النهضه ونشط فيها 15 سنه، علاش انقطعت السيله مثلا؟ ما فماش تواصل بالكل بينك وبين الشيخ راشد الغنوشي؟ فما حتى نوع نتاع تواصل؟ ما تتقابلوش، ما تتناقشوش، ما تتشاوروش؟ علاش القطيعه هذه الكل مع حركه النهضه؟ وعلاش وليت تتهجم على حركه النهضه؟ قلت من بين مقولاتك الشهيره، قلت انه حركه النهضه كانت في خدمه الدين فصارت تخدم بالدين. كانت هكا ولا في خدمة؟ كانت في خدمة تخدم الدين فصارت تخدم بالدين بالضبط. نعم. علاش القطيعة ذي والعداوة تحولت إلى عداوة تقريبا بينك وبين حركة النهضة وأنت من المؤسسين نتاعها؟ يعني هذا ملف مؤلم. أنا حاولت نصلح في باريس مع مجموعة من الإخوة، منهم الأخ فرجاني الدغماني، هو الآن موجود في المجلس الوطني التأسيسي وتقريب رئيس اللجنة المالية وشيء مثل هذا. بالضبط. فحاولنا نصلحه، لكن مع الأسف يعني وجهت محاولتي بالإصلاح بشيء من القسوة وعولجت معالجة أمنية. يعني أمني؟ يعني بوليسية. مارسوا معي ممارسات العنف يعني عنيفة؟ العنف ليس بالضروري هو لكمة. هو العنف قمعية. قمعي مورست بشكل قمعي. محاولة إصلاح. فما يقال عليها محاولة الإصلاح؟ فيعالج. لا أنا معاملة إصلاح في داخل الحزب. لا، اللي في داخل الجماعة. اسمح لي. أنت تسميها محاولة إصلاح. خويا سمير ما تخلينيش أكمل، خليني أكمل أرجع. تفضل. عملت محاولة إصلاح فوجهت مواجهة قاسية فتخليت. تخليت. واستقلت أو أبعدت؟ لا وقتها ما استقلتش، بقيت الراقب من بعيد، لأنهم كلموا المجموعة هذه قالوا لهم تخلصوا من خميس نحن نتفاعل معكم. فلم يقع التفاعل معهم حتى في المؤتمر، تقريبا مؤتمر 2006. المجموعة هذه كل وقت أبعادها لأنهم شكوا في ولائهم. باهي. أنا جات 2001، زاد جاتني مشكلة بعد 11 سبتمبر، مشكلة تنحيتي من الإمامة وجعلوني في قائمة الإرهابيين إلى آخره. لأنك متأثر بفكر القاعدة وبفكر أسامة. أنا أدعو إلى الإسلام، أدعو إلى الإسلام. الإسلام فيه جهاد. الإسلام فيه جهاد. تدعو إلى الجهاد؟ الإسلام دعا الجهاد. يا أخوي سمير، غدو كان جي فرنسا ولا ألمانيا ولا تشيكوسلوفاكيا بعسكرها تدخل تونس هنا تستقبلهم بالورود أنت؟ هذا جهاد. جهاد. إذا أنت جهادي. هذا مشكل الإسلام يا إيه هذا جهاد. هذا وطنيتك تدعو إيه أنا إلى أن لأن لا نحن وطنية بهوية. نحن وطنية بإسلام. اللي قاوموا فرنسا. أنت مارست الجهاد في فرنسا؟ أنا مارست الجهاد. جهاد المسلح؟ البياني. البلاغي. لأنه الجهاد البلاغي. أنواع. به. الجهاد أنواع. به. فخلينا نواصل. هاي. الجهاد أن تقول الإسلام كامل. ولا يتكيف بتكييف حزبي ولا سياسي ولا أجندة أصلي. فأنا مشكلة خميس الماجري أنه يقول الإسلام كله. عندما أقول الإسلام كله تحشرني، أما اللي يجعل الإسلام تحت ظل حزب جماعة فيكيف إسلامه تكييف الحزبي فيصبح معتدل عندكم، واللي يقول الإسلام الكل يصبح جهادي ومتطرف. هذا خلل. تقييم خطأ هذا. فالذي أردت أن أقول، فلما عجزت أن أصلح في الداخل وعطبت كذلك في الدعوة في المساجد باعتبار أني نسبت إلى الجهاديين، أعلنت أفكاري في الانترنت في مواقع قريبة للنهضة. شوف تونس نيوز والحوار نت. عملوا لي مشكل باش يقع استئصالي باش صوتي لا يصل. يعني وليت أسست أنا موقع اسمه تونس المسلمة. لا ولكن موقع تونس المسلمة فنشرش فيه أفكاري. نعم. أما القسوة أرجوك. لا أما ولكن القطيعة. ولكن أنت تتهم النهضة بأنها قمعية وأنه الشخصيات اللي فيها ناس قمعيين ويؤمنوش بالرأي الآخر. نعم ولا زلت ألاحظ. ومستبدين؟ أي في مستبدات. مش كلهم، في بعضهم مستبدات. ولكن دخلوا لعبة الديمقراطية. أنقول لك
في قضية القطيعة مع الأستاذ الغنوشي. كانوا يقاموا في الاستبداد والديكتاتورية. مع الأسف مع الأسف. في القطيعة مع الأستاذ الغنوشي. جاء البريز بعد الثورة. هو والأخ راشد الغنوشي والأخ عبد الفتاح مور والأخ زياد دولاتلي. الأخ زياد دولاتلي توسط باش يكون لقاء بيني وبين الأستاذ راشد. فرتبنا اللقاء هنا. على اساس يعني يقع ترتيب شويه الانفس لان الرجل يتهمني باني غلظت عليه ولكن انا قلت افكار يراجعون بالافكار واضح فهمت فمع الاسف يتدخل ولده معاذ معاذ الغنوش يتدخل في اخر لحظه قبل 24 ساعه ويفسد المبادرة. ويفسد اللقاء المبادره علاش اسالوه هو يتدخل استاذ دكتور في جامعه الزيتونه باش يصلح ويقع مبادرة هكا ود و جديد ولا يعني يقع يعني العلاقة هذه تترتب وتتحسن الأنفس قال له خميس اتهم عقيدتي واضح شنو هو الدليل؟ اتدخل أخ آخر قال خميس أساء إلى الحركة لا ولكنك يا أستاذ أنت جيت هذه جيت بعد إيه؟ بعد ما جرحت في راشد الغنوشي وقدحت فيه وشككت في إسلاميته في عدة مقالات وعدة تصريحات ما شككتش في إسلاميته يعني أنا جمعت يعني أقوال ورددت عليها أي إذا كانوا هما ديمقراطيين ويؤمنوا بالتعدد واتهمتوا ما هما يقولوا نحن اتهمتوا بالتكفير ثم بالانقلاب على مبادئ وشفت حاجات لا أعطيني النص اللي أنا كفرت الأستاذ غنوشي أعطيني لا مش كفرته هو يكفر في العباد رديته مش أنت كفرت إذا كان هو كفر اي كفر انت قلت واعطيت مقاطع من تصريحات اي نعم عندما كان سلفيا كان سلفيا عندما كان سلفيا بلي النقطه هذه مهمه ياسر انت قلت الشيخ راشد الغنوشي كان سلفيا شنو اللي خليه يتحول ويتغير ويولي راشد الغنوشي نتاع اليوم اللي يحكي باعتدال او ما نعرفش ثم ناس يتهموه بالخطاب المزدوج ولكن على الاقل خطابه اللي نسمعه فيه اعتدال ودخل في لعبه الديمقراطيه وحتى في الدستور كان معارض لتطبيق الشريعه ووضع الشريعه في الدستور وفاجئ الناس بمواقف اخرى في حين انه انت تقول انه اصله سلفي وبرشا ناس يقولوا في واحد يكون سلفي ويتبدل شنو اللي بدل بدلت السلطه وتم تجريد الإسلاميين من سلفيتها نعم النهضة جردت الآن من سلفيتها أو هي تمارس ازدواجية في الخطاب حتى ثم شكون يقول حتى الأستاذ علي العريض وزير الداخلية كان سلفي كلهم سلفيين يا أخي كلهم سلفيين كل جماعة الآن تشوفهم في السلطة سلفيين في أصل كلهم بدون استثناء ممكن ثم ازدواجية والشريط اللي خرج هو جالس مع بعض السلفيين يكشف يعني الخطاب المزدوج أما نحن والله الحمد ليس لنا خطابان لنا خطاب واحد نحن ندعو إلى الله نبين الدين كله واللي عارضنا العلماء اللي عندهم العلم فقط أما الإعلاميين والسياسيين طبعا هما يشاغبون علينا نسأل الله أن يهديهم شيخ نغيروا اللون نتاع الحوار ونمشيوا لمنطقة أخرى في هذا الحوار أهلا وسهلا بك الله يحفظك بارك الله فيك شفاك الله وعافاك شكون انتخبت بكل صراحة أنا لم أنتخب أحدا ولن أنتخب أحدا علاش؟ لأني عندي موقف من الكذبوقراطية ما تمنش بالانتخابات والديمقراطية ثماش ديمقراطية ثم كذبوقراطية يعني ما الانتخابات عندك أنت زي ده يعني أنا عندي فارغ. الحل هو الإسلام كلام فارغ هو تطبيق الإسلام الحل هو الإسلام وتطبيق الشريعة نعم. لا انتخابات ولا ديمقراطية ولا أحزاب ولا حتى شيء هو اللي يحب يعمل هو حر يعني اللي يحب يعمل هو حر لكن أنا هذا موقفي فما ناس مؤمنة بهذا العمل تتصور أنه في تونس مش في التغير الكبير في الأجيال التونسية والتفتح والعلم نجم عام الأعوام نوصل ونطبق شريعة في تونس نعم وبشرك عندك أمل كبير وبشرك بأحاديث كثيرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ستملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما
وبأن عيسى ابن مريم سينزل عليه السلام وسيحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا. عقيدتنا أنها ستكون خلافة راشدة كما بين النبي عليه السلام، تكون فيكم النبوة ما شاء أن تكون، ثم تكون ملكا عضوضا، ثم حتى قال ثم تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة. ونحن نشوف الآن إن شاء الله في يعني آمال شعوبنا تحب الحق والعادل والخير، صح؟ هذا كله في الإسلام. عمر بن الخطاب عندما حكم اليهود يأخذوا في إعانة اجتماعية يهود، الرضيع يتولد من جديد يعطيه منحة عائلية. أنا يعني هذا هو الإسلام، إسلام عادل. عندما نتحدث عن عمر مش تاريخ، هو أمل المستقبل. اليوم تونس فيها جزء كبير من الشعب علماني، علمانيين، يعني العلمانيين مسيطرين على كل شيء في تونس. قرروهم بالغلط، نحن نعاود نقرروا من جديد. قرروهم بالغلط؟ أي نعم، تونس قرروا بالغلط وقرروهم بالغلط، وأريد لتونس أن تكون هكذا. وهذه الصفقة اللي تعملت التاريخية عندما أغلق جامع الزيتونة. يا شيخ، نعم. الأنظمة الإسلامية، ما يسمى بالأنظمة الإسلامية، جربت في السودان، في حتى في غزة موجودة. نعم. أينما جربت تخلف بكل صراحة، يعني نعم. نحكيه على الواقع، مانيش نحكيه على النظرية. نعم. أينما جربت تخلف التقسيم وتخلف التخلف. نعم. والفقر. نعم. والدماء والتقاتل والصراعات. والسودان من أكثر الدول المتخلفة اليوم، وأفقر اقتصاد، ودولة مقسمة متشرذمة، واليوم مهددة بحرب أهلية. نعم. يعني الأنظمة الإسلامية جربت ففشلت. صح. جاوب، هل تركت هذه الأنظمة حرة تدير شؤونها؟ لا، تدخل الغرب. أفغانستان دخل فيها الغرب، حطمها، من أفقر دول العالم. مش مدخلها أمريكا في أفغانستان، شعب فقير. لا، تجربة ميزمش تنمو. في السودان كيف السودان قام عليها فتنة الجنوب وقسمت، ورغم ذلك هذا التقسيم لم يقع بين مسلمين وبين نصارى. نحن ما نتمنيوش هذا لتونس. نحن أنت يا أخويا سمير، أخويا الغالي، الغرب لن يترك المسلمين يحكمون بشريعة الله، الغرب لن يترك المسلمين يقوموا بتجربة تفتح أعين العالم لهذا الإسلام. صح، أفغانستان شكون دخل فيها؟ ما هي أمريكا. مش أمريكا، العالم الكل. تركيا مش دولة مسلمة، مش دولة مسلمة، هي عندها تجربتها، مش نظام إسلامي، هي عندها تجربتها الآن. أي؟ عندها تجربتها. تجربة ناش. لا، شكون تقدم قال؟ تقدم تحضر شعب، شكون نسبة نمو مرتفعة، اقتصاد قوي، من أكبر اقتصادات العالم. التجربة، تجربة، لأنها ارتهنت للغرب، لكن ما قامتش بمشروع إسلامي متكامل، ركزت على الجانب الاقتصادي. أما الجانب القيمي والأخلاقي لا. الآن في تركيا يعني مسائل الجريمة انتشرت أكثر. يا شيخ، يا شيخ، أكرمك الله. نعم. بالنسبة للتوانسة، نعم، شيخ كما سيادتك يتكلم، مثلا يتكلم ويعلن بكل صراحة ويجاهر بولائه لأسامة بن لادن ووفائه لتنظيم القاعدة، كل هذا بكل صراحة نحكي، وإحنا في صراحة راح، كل هذا يثير الرعب ويثير الخوف في نفوس أي تونسي، أغلب التوانسة، ما نقولوش الناس كل، لأنه فما فئة تؤمن بما تؤمن به أنت، ولكن أغلب التوانسة تثير فيهم الخوف والرعب، ويعتبروك متطرف وإرهابي، ومعناها جزء كبير من الشباب ومن الناس اللي تتفرج فينا دوب ما تقول بلادن. أنتم تجاهروا بولائكم لبلادن، تعتبروه قدوة ومثل أعلى. نعم، بصراحة راحة. نعم. أنا لم يكن لي أي ولاء أو أي انتماء تنظيمي، أنا أتكلم على مستوى الأفكار والقيم. الذي قام به الشيخ بن لادن رحمه الله هو عمل جهادي محترم، قاوم الاتحاد السوفيتي ثم قاوم الأمريكا اللي تواجدوا في المنطقة ينهبوا في خيرات المسلمين، عمل يشكر عليه فقط. أما أن يكون عضو في تنظيم هذا ولا عندي بيعة ولا هذا، ما ثماش. فأنا أحلل كما أقول، مونديلا مونديلا ناضل من أجل شعب. وليت أنا من جماعة مونديلا، لكن في تونس عندنا أتباع بلاد. أنا حسبني على ما أقول سي سمير، أنا أحلل، أنا رجل محلل. أي. أنا أقرأ الأحداث، فقلت أنا الحل مع المحتل والمستعمر هو الجهاد. الذي قام به الشيخ بن لادن رحمه الله عمل يشرف الأمة، ورد اعتبارها، رد اعتبار للأمة التي تنتاب خيراتها في تونس. ماهيش تونس هل هي أرض جهاد؟ أحد من الإخوة في بلجيكا يبيع في السيارات،
باش ياخذ سياره من عند بلجيكيه في بروكسل. دخلته لدارها، دخلته في الصاله، وراه بلجيكي ولا مراه دخلك لدارك وانت عربي ماهيش ماهيش عاديه. ابو مش عاديه واحد فرنساوي يدخل عربي في واحد ماكش عارف المناخ في أي الغرب. انت نعرف 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 سوريا وكل شيء. اي نحن العلمانيين يترموا على فرنسا والفرنسيس غادي يكرهونا. فهمت بابا؟ عشت فيها 20 سنة وكليت وشربت ولحم كتافك من خيرات فرنسا. من فضل الله يا شيخ، من فضل الله، من فضل الله. أوكي، كل شيء من فضل الله. حتى فرنسا ترزق من الله عز وجل وترزق من أفريقيا. عشت فيها واحتضنتك وكذا وتو اليوم تسب في فرنسا. نعم نعم، لا ما سبيتش. الوصف الموضوعي للشيء مش سبان. أنا كنقول الليل أسود سبيته، وصف موضوعي للشيء. فرنسا اقتصادها مع الأسف أكثر من 60% من أفريقيا. ومش لازم نفتح الجروحات. هذه المرأة تستقبل الأخ هذا وتحطه في الصالة. أش حتى في الصالة صورة كبيرة تاع الشيخ بن لادن رحمه الله البلجيكية. أي نعم بابا. علاش؟ علاش؟ قتلوا هذاك الراجل، هذاك اللي استطاع يقول لأمريكا لا. انت في الارجنتين وفي البرازيل، ولكن قتل وقت اللي المسلمين وقت اللي وقت اللي وقت اللي يلعبوا مشكوره الجمهور يهز تصوير الشيخ بن لادن، معناها البطل البلوفار. ولكن ثم وجهه نظر اخرى، احنا مانيش باش نناقشوا بن لادن هنا، جست سؤال واحد ونسكروا القوس تاع لا شنو جريمه الشيخ بن لادن. لا لا، معناها مش الحوار تاعنا مش على بن لادن، فيه برشا مواضيع والوقت يجري. انت سألت. يعني ثم وجهه نظر اخرى تقول انه بن لادن اساء الى الاسلام كل حاله العداوه والعدوانيه تجاه الاسلام الموجوده في العالم اليوم، والكره للاسلام والخوف من الاسلام ووصف الاسلام بالارهاب واقترانه بالارهاب هو سببها بن لادن، وثانيا انه بن لادن قتل زاد برشا مسلمين. هذه وجهة نظر أخرى. طيب. تقول أنه بن لادن تسبب في أزمة كبيرة للإسلام، ولا الغرب يقول ثم غربيين معتدلين يقولوا أنه الإسلام ليس مشكل ولكن بعض المسلمين هم المشكل. هذا كلام غير صحيح. ليش؟ تونس كانت مطمور روما، الرومان كان يجيوا لتونس يهزوا خيراتنا، موجود بن لادن؟ وكانت صورتنا سيئة عند الرومان. صح ولا؟ عندما وقعت الحروب الصليبية باش وقعت؟ اتهموا واحد عربي يضرب قتل واحد بباس، ووقعت 12 حملة صليبية على العالم الإسلامي، موجود بن لادن؟ في الحروب الاستعمارية اللي جت فرنسا لتونس والمغرب العربي وبريطانيا إلى مصر وغيرها، الحروب الصليبية سايسبيكو هل كان بن لادن؟ لا، من 11 سبتمبر الغرب صورة الإسلام تغيرت في العالم. أخويا سمير، الغرب بطبيعته عنده حقد علينا ويفتك خيراتنا. يا أخي وقت اللي جاءوا البريطانيين والأمريكان إلى الخليج باش ينهبوا النفط، موجود بن لادن؟ واضح. به ثم مش صحيح، كثير من الناس أسلمت. أنا عشت في باريس، الكتب ترغت القرآن وكتب على الإسلام لكل واحد. نسبة الناس اللي دخلت الإسلام بعد 11 سبتمبر، وشنو اللي خلى في تونس مثلا ثم صحوة سلفية؟ 11 سبتمبر ردت الوعي الأمة على أن الأمة قادرة تهزم العدو في بلده. بقي أنه ممكن تقع أخطاء من المجاهدين، تقع خالد بن الوليد وهو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تشجع على القتل؟ لا 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 يا رجل، لا يا رجل ما قلتش هذا. ماتوا ألاف أنت تعتبرها انتصار على العدو في أقرب. أنا باش نجاوب. ماتوا ألاف من الأبرياء. أنا باش نجاوب. قلت قد تقع أخطاء منهم، قد وقع سيف الله المسلول خالد بن الوليد أخطأ، وتبرأ الرسول عليه السلام من خطئين كما السياسيين الآن. تو السياسيين مش مخطئين في تونس؟ مخطئين. النقابة مش مخطئة؟ مخطئة. نحن مش نخطئ؟ نخطئ، نحن كنا بشر نخطئ. فطبيعة العمل أنه الناس اللي تمارس في الجهاد قد تخطئ، لكن المشروع ككل لإخراج المحتل إلى أرضنا هو مشروع مقبول. هذاك تو احنا نحكيو على بن لادن، ما نحكيوش على المشروع ككل. نحكيو على بن لادن مجاهد آخر. هو الضربة نتاع 11 سبتمبر هاك قلت فيها أخطاء، وقعت فيها أخطاء. شنو الأخطاء؟ هي قتل 5000 أو 6000 أو قداش من 1000 شخص. الخطأ قد يقع يا راجل. يا راجل نسأل فيه. في 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 صيف من صيوف باريس التلوث قتلت اكثر من 14000 فرنسي. 14000 فرنسي، مش عارف 2008 ولا 2001. تلوث ناس ماتت 14000 فرنسي على القتل. هذا التلوث حاجه. انا لا اقر، لا قلت لك خالد بن الوليد اخطا وتبرأ الرسول عليه السلام من فعله. اما كمشروع مقاومه المحتل، هذا مشروع كل انسان.
أنا نستغرب كيفاش واحد كيما كيف سيادتك تعيش في باريس وتنهل من من تعيش حياتك غادي وعشرين سنة وكذا وفي وسط الحضارة الباريسية والحضارة الفرنسية وكل شيء وتخالط العالم وتشوف العالم وتشوف التقدم والتطور، ثم تجينا لتونس وتقول أنه الانتخابات حكاية فارغة والديمقراطية اسمها كذبقراطية وما نمنش بهم وما همش الحل. نعم، وتعادي من معناه تعادي حاجة من أهم اختراعات العصر ومن أهم اختراعات الحضارة اللي هي الديمقراطية والانتخابات. الديمقراطية أول ما تأسست في اليونان في تاريخ القديم، أول دولة طايحة الآن في الهفوف الديمقراطية هي اليونان. حلت لهم المشكلة؟ حلت المشكلة في أوروبا. فرنسيس 30% من الفرنسيين ما يصوتوش. إذن ما يش حل. المدنية شيء والحرية شيء وصندوق الاقتراع شيء آخر. صندوق الاقتراع جزء مما أنتجه الغرب القديم الوثني. نحن يا أخي رو تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. نحن عنا الحلول. شو نحبه؟ المحبة، دعاء الإسلام المحبة، نشر الفضيلة، دعاء الإسلام فضيلة، الإنفاق ما خليوش فقراء، دعاء الإسلام هذا. حرية المرأة، حرية المرأة، نعم، حرية المرأة، حرية المرأة، دعاء للعلم، دعاء للعلم، دعاء للتعلم، دعاء للتجارة. بل خرجت عائشة مقاتلة رضي الله عنها. انت ماكش ضد انه المراه اسلام للنساء واسلام للرجال. باهي، ما عند انت ماكش ضد اليوم انه المراه تسوق وتتعلم وتخرج وتسهر فين تسهر؟ تسهر يعني تقعد في القهوه ولا تخرج؟ هي تقعد في قهوه مع نساء في مواقع واحد مش مع رجال. قلت كيفاش تو انت تسمح لبنتك ولا زوجتك تختلط اللي جي؟ سبحان الله، عنا قيم؟ هي فرنسا الآن اللي تقولوا حرية، فرنسا ما هيش حرية كما تتصور الآن. مثلا فرنسا تمنع تعطي تأشيرة إلى حزب ديني. فرنسا ذوكم اللي يعيشوا عرايا زنط منعينهم باش يحوسوا في باريس ومارسيليا. هذه حاجة اي حاطينهم في عداء. انا ما نسمحش زوجتي تمشي تسهر مع الرجال. شو زوجتي تسهر مع الرجال؟ مش نسألك حاجة تخص السلفيين. اي تفضل بابا. يا ودي خلينا مسلمين يزب للسلفيين. اخي ماك سلفي انت؟ لا نحكي على السلفيين. انت ماك مسلم ولا؟ اي طبعا مسلم وسني ومالكي. اي مسلم. انت سلفي. باهي واضح. مش نسك على سلفيين أخرين مش على الكثير. نعم. السلفيين هذوما اللي يحكي عليهم التوانسة، تحكي عليهم تونس كاملة. عندي إنسان نعرفه موجود في حي النصر، مانيش باش نسميه، إنسان يبيع في الخمر. نعم. بالجملة. نعم. وعنده حتى حانات وبارات. نعم. وناشط في الحقل هذا بالكدا ومرخص معناه وكذا، وعنده ينشط في الحقل السياحي. نعم. يقول هذه ظاهرة غريبة أنه معظم السلفيين اللي يشوف فيهم اليوم كانوا حرفاء قبل. كانوا حرفاء عنده. وكانوا حتى خلايق يخاف منهم، وكانوا يعملوا في المشاكل بسكاكن وسيوفة في المحل نتاعه ويمشي ويسكروا بعد يعملوا مشاكل. اليوم ولات السلفية تستقطب فيهم في السجون وفي أوكار الانحراف وفي كذا. شنو اللي قلقوا هذا؟ يعني وقال توا ولاو ثم سلفيين ما يعملوا في شيء. المهنة سلفي، تعرفوش منين يخلص، منين شكون يمول فيه، كيفاش يعيش، والمهنة هكا سلفي. هذا شيء على كل حال. هو شنو اللي قلقوا؟ تستقطبوا في الـ في الـ في, الـ في المنحرفين. هو شنو اللي قلقوا؟ هذا ما يفسر العمر. كان يبيع في الخمر والناس كانت تتفاعل معاه وبعد مشاو تابوا الى الله. ما قلتلكش متقلق، احكي لي. هو يرجع ما يولي معاه. واحد يفهم الظاهر السلفي. ما هو يتوب زاد يوقف عليه ما البيع مقطع هذه. انت سيبت جماعة وشديته هو به. اي ما نبدا به هو. ها؟ اي. هو يتوب الى الله عز وجل. تستقطبوا في المنحرفين. ربي لعن الخمر وشاربها وعصيرها وحاملها. جاوبني على سؤالي شيخ. أولا أسمع، هذا يبشر بخير أن التوانسة يعني على واقع ذوما فما سلفيين يخلصوا مش صحيح. خليني ساعة على التوبة. التوبة إن شاء الله ربي يتوب علينا كل، مش عيب التوبة. بل هذه صفة مدح التائب، يعني ربي أراد بخير. ثلاثة،
هذه اذا كان فعلا ثم ناس بطال ولكن هذوما هما بيدهم بعد يوليوا يستعملوا السيوف او السكاكن بحجه الدفاع عن الدين. نحن نحن في كم كما صار في بنزار نحن كم في خطاب وكم موقف. بالعكس نحن قلنا نحن صمام الامان في البلد ودعينا للتهدئة. عندنا 13 شهيد احسبهم والله حسيبه، 13 قتيل من الشباب السلفي، وعندنا قداش مضرب جوع، وعندنا قداش في السجن. رغم ذلك نحن ندعو إلى التطمين ومسك الشباب وامتصاص غضبهم، هذا يحسب لنا. بل قلنا إن ثم شكون يعمل يريد أن يعمل جزائر جديدة وهذا في صالح الحكومة وما نظروناش به. يا سيدي البارح حدث سليانة، البارح سي حماد جبالي يعمل لجنة تحقيق في حدث سليانة، علاش ما تعملش في المضربين على الجوع اللي ماتوا؟ هذو ما ترشوا، والرش هذا جريمة. بعد الثورة لا يمكن أن يرش تونسي ولا يقتل ولا، نحن عندنا 13 تقتلوا ما تحلش فيه ملف. فانظر اللي نحن كم نعاني نحن، ودعونا إلى المصالحة في خطابنا والتهدئة وإلى تجاوز المرحلة الدقيقة، لكن من الناس في السلطة مهمش هنا عاملين شيء تمييز، عندنا إقصاء استثناء كأن مواطنين من درجة ثانية. الناس في السلطة في وقت من الأوقات اتهموا بأنهم يستعملوا في السلفيين وبأنكم حلفاء، هذه تهمة الثابت العكس. أنا حبيت نسخيبك باش تقول أن في السلطة هم متهمين تاريخيا أنهم مارسوا العنف. مارسوا العنف، مارسوا العنف طبعا اللي موجودين في السلطة طبعا مارسوا. شكون اللي مارسوا العنف؟ كلهم، التنظيم كله مارسوا العنف. تقصد أحداث باب سويقة؟ تحدث سبب سويقة وقبلها. فالمقصود قبلها شنو؟ لا لا وضح لي وضح. انت تقول كلمه ترميها شيخ يعني انا باش نعطيك كل شيء زاد ما يلزمك باش تعيط لي مره اخرى. لا نعرف خاطر انا شنو تقصد، ما نحب توضح للناس شنو اللي موجودين في السلطه مارسوا العنف. اي مارسوا بعض منهم مارسوا العنف، مارسوا في 1980 1981 كل هذا مكتوب واعترفوا. شكون كل حال ما قالوا اختلاقات بن علي، بن علي هو اللي اختلق هذا. على كل حال لا لا يعيش مش على كل حال، ما تراوغنيش الشيخ. مش الراوغ. لا تراوغ قاعد. لا انا نحن نقول قلنا خطاباتنا. هما قالوا انه هذاك الكل فبركة بن علي ما استعملوش العنف، وانت واحد من الناس كنت تعرف الوقائع وعشتها معاهم وتعرفهم. احكين حديث باب السويقة تو، مش الناس كل مش اعترفوا، هما قالوا عملنا حتى مال فرق، اعترفوا في ندوة صحفية اعترفوا يكفي. وتفجير الفنادق بن علي عمل، هما قالوا بن علي. اللي نعرفه أنا أولاد الحركة عملوه. تعرفوا؟ أي. واثق من هذا؟ واثق من هذا. كنت شاهد على الحكاية ذي؟ على كل حال أنا ما شاركتش الحمد لله. ما شاركتش؟ أنا ما شاركتش. رغم أنك سلفي جهادي وأنت المتهم بال بال بال. أي أنا أتهم، وديما كما قلت في مقدمتك سي سمير بارك الله فيك، السلفي متهم قبل الإدانة وبعد وبعد البراء. وهذا من الظلم الذي يجب أن يرفع. يزيد السلفية هذه راهو. هم مو كانوا سلفيين. إيش نقول لك السلفية توا في السبعينيات ليه خطر ألقيت تهم خطيرة جدا وتعديت عليها مرور الكرام وكأنك تتكلم في كلام عام. أتحمل مسؤولية باهي. في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كانوا اللي كل واحد يعارض بورقيبة حط له تيكت إخوانجي. نحن سمونا إخوانجية وسمونا الخميني نعرفه. وفي الثمانينيات سي سمير كان تفكر وتفكر المشاهدين انه كذلك انه يسمونه خوانجي باهي. وقعدت العهد بن علي، فكل معارض كل معارض للسلطه لازم نعملوا فزاعه. قعدت الحكايه غوله التوى موجود، غوله علاش؟ باش نبتزوا بها من الغرب. الغرب موجود. اسمع الغرب اللي الان يحارب في السلفيه الجهاديه، يزم نصنعوا سلفيه جهاديه في تونس باش نبتزوا. انت اتهمت النهضه بانها عميله لامريكا. باش نبتزوا باش نبتزوا بها وباش يرضى علينا الغرب ويدعمنا ماليا واقتصاديا ولوجستيا باهي. طيب اذا الخوانجيه كانوا قبل هما عنف ورهاب، اليوم عمل سلفيه خاصة في إطار الحرب العالمية والكونية على الجهادين. حتى جماعة النهضة يتسموا خوانجي. السلفية سمح. في السلفية سمير. حتى جماعة النهضة. السلفية الجهادية. النهضويين يتسموا اليوم يسميوا فيهم حتى جزء من التوانسة يسميوا فيهم خوانجي. هي لأنه اسم قديم. لا ما زال عالق به. أما هم ما عادش خوانجية. لا ما عادش خوانجيه لانه في السلطه الان. جاوا خوانجيه جدد شكونهم؟ هم السلفيين. كاو هذه هي فهمتك. هي دوره الزمن. دوره الزمن مش الزمن، انا نسميها سنن. هي سنن خلقها ربي عز وجل. ان السياسي دائما يتهم اللي مخالفه في الخيارات بانه شرذمه، وهذه قال فرعون وانهم لشرذمه قليلون كما قال مرزوقي اقليه نقطه سوداء. ما كمش اقليه انتم؟
أنتم أقلي؟ نحن الشعب التونسي، ولكن حيلة بيننا وبين الشعب التونسي، نحن مسلمون وهالتسمية أيوة سلفية. أيوة احنا مسلمون؟ وأنتم مسلمون، وأنا قلت لك مقبلة أنت سلفي، كل التونسيين سلفيين. أنا سلفي؟ أنت سلفي. أنا اكتشفت في وجهاتي كذلك. تحب ولا تكره؟ ونقص لحية. دي مش لازم اللحية أخي، نعمل لحية ويكون أخلاقي خايبة. واضح. ما أنا ما دعيتش اللحية يا سمير أخي، أنت مسلم وسني وسلفي وجهادي، لأن يعني قلت كي تجي فرنسا يلزمني قومها، فأنت جهادي. نعم، المشكلة عام 48 لما يعني وقعت فينا. أنت طيب. لا لا لا، نحن في حوار أخوي وبعد باش نبوسك. ربي يفهم. أيوا فهمت. نحن في حوار الآن، حيلة بيننا وبين شعبنا فقط. يا شيخ أنت في إحدى تصريحاتك اتهمت النهضة ديريكت أنها عميلة إلى أمريكا، وأنه أمريكا تحكم اليوم في تونس، مش النهضة تحكم عن طريق النهضة. ما قلتوش أنا، قالوا حتى القصاص. لا أنت قصاص، قالوا الأسباب أخرى، الأسباب سياسية. قالوا قصاص. لا أنت على كل حال متفرش برشا أنا في التلفزيون التونسية. لا لا نحب. أما أنا شفت مرة قصاص يقول تونس كل يحكم فيها واحد، والواحد هذا كان تحكم فيه واحدة من برا. والله المستعان. وأنت هذاك هو رأيك من رأي القصاص؟ هذاك رأيي. نعم طبعاً طبعا. واضح امريكا هي اللي تحكم فينا. امريكا تحكم يا ودي، امريكا تحكم في العالم، وهي تمسك بخطوط بخيوط اللعبه كما في فلسطين. هي تحكم. شنو اللي خلى ما نعرفش شنو خلى اسلاميين معروفين تاريخيا بعدائهم لامريكا بشيطنه امريكا اليوم يدور الزمن وتمشي السنوات ويوليوا اصدقاء الى امريكا ويتحاوروا معها وتحكم عن طريقهم كما قلت انت. نعم. شنو اللي خلى ذا الكل؟ والله هذا كل هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان ترجع لتصريحاتهم قبل وأفكارهم قبل تلقاها كلها عداوة لأمريكا. هو على كل حال أنا ثم حديث يفسر هذا، لأنه النبي عليه السلام خلى الناس في الظلام، وضح لنا كل شيء. قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بسلطة، بفلوس، بشهرة، فهمت؟ يبيع قيمه، يبيع قيم تاعه بشيء زاهد. على كل حال أنا ما نتهمهمش باعوا دينهم، لكن أنا نقول هم اجتهدوا مجتهدين في أنه ربما الإسلام يتحقق بهذا الشكل، هو بأنهم يصيرون أصدقاء جدد. اللي خطط هذا أمريكا. أمريكا خطط من 2004 عن طريق جوندوليزا رايس، عندما عينها بوش الصغير وزيرة خارجية، ثم في الكونغرس الأمريكي أو في الكونغرس الأمريكي، ثم لجنة الاستماع. لجنة الاستماع تقرر أو تعيد النظر في اختيارات الرئيس. فجاءوها هذه اللجنة، قالوا لها تعالي يا جوندوليزا رايس، شنو مشروعك؟ أنت الآن أكبر وزيرة خارجية لأكبر دولة في العالم، شنو مشروعك؟ قالت مشروعي هو الحكام العرب الكل تحرقت أوراقهم، خدمنا باهم بالليل بالكافي، يلزمنا نبدلوا حكام جدد من 2004. وهذه الكونغرس الامريكي والبنتاغون الامريكي عملوا مؤسسه تراند، تخطط تخطيط استراتيجي. قالوا مستقبل الان، مستقبلنا في المنطقه العربيه والاسلاميه هما الاخوان المسلمون. واضح. هم يضمنون لنا الامن حتى نحقق مشروعنا. هي الخطة. وويكليكس طلعت الأخبار هذه. لا نتهم. إذن. ولكن عنا وثائق. إذن أنت تتهم الإخوان المسلمين بما فيهم حركة النهضة فرع من فروعهم ببيع دينهم في سبيل. لا الصرف. أنا ما قلتش بيع دينهم. لا لا. استعملت كلمة بيع. أي أنا قلت ما نتهمهمش، الرسول عليه السلام فسر هذه الظاهرة. لكن أنا أقول هم مجتهدين، ولكن هم وقعوا في الفخ. وقعوا في الفخ يعني. تلاس لازم انت تحطها بعد دينهم، لازم تلا خليها وقعوا في الفخ ووقفوا غادي. اوكي. باهي توا انت تحكي هكايا اللي يسمعك يقول فريمون يحكي على المثل ورجل مثالي ورجل معناها مستقيم وكذا، ولكن يا شيخنا لو كان ما خرجتش من حركه النهضه، قعدت في حركه النهضه وما صارتش القطيعه هذيك لتو، راك تو في السلطه حتى انت معاه. ماني انا رفضت. انا داعي. ايش نقول لك خويا سمير؟ ما غير ما تتهمني يرحم والدي. انا نحس هذه كي ما نتهمش فيها مشكله كبيره، ما ياش حس ما سمعش صراحه. لا ما عندنا قيم. لا القيم الحسه هي انه انسان تواجهه بحقائق. اسمعني سي سمير، انا الحركه النهضه هي ثم شغور حاصل في حركه النهضه، انا مليته
كان الأستاذ راشد الغنوش يعمل في ملة قرآنية في سبحان الله في السبعينيات. فربي ابتلاني أني توجدت في الكرسي. نعمل أنا في الملة قبل درسه. واضح؟ من عام 76 إلى عام 90 إلى عام 80. باهي؟ فإذا أنا سديت شغور. احتاجوني الإخوة، سديت شغور. ومن وقت انطلقت. انطلقت في الحركة ودخلت في المؤسسات. فوق اللي وريت أنا شوية عوجاج. أنا الحركة وقتها قلت لك سلفية. سلفية. وأنا بقيت على سلفيتي بين ظفرين. وهما توجه هما شدوا طريقه، يعني شدوا طريقه. باش نكملوا بعد ما نغيروا الحوار، لون الحوار، نكملوا في لون جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بك. فيك عايشك، بارك الله فيك. شيخ ملا، انا نحب نرجع بك شويه في علاقتك بالنهضه، زاد مازلنا غادي. تفضل. سيادتك قلت انك اقترحت اقتراح او مشروع اصلاح داخل حركه النهضه وترفض، وذاك علاش خرجت من النهضه. نعم. الوقائع، بعض الوقائع والمعلومات تقول، ما تقولش هكا، تقول انك انت اللي قدمته مش مشروع اصلاح، هو مبادره مصالحه مع السلطه، مع بن علي. قدمت مبادره مصالحه لجماعه حركه النهضه، ووقع اختراق حركة النهضة عن طريقك أنت، عن طريق رجل مخابرات موجود توا في السجن، رجل أمن كبير ومعروف اسمه سي محمد الناصر. ما شاء الله. والسيد ذي تعرفه بالقدي، وديجا تعرف شنو عمل وشنو ارتكب. سمح والله، قسما بالله لا نعرف. نكمل لك معلومات. والله لا نعرف. حلفت بولا. والله قسما بالله العظيم لا نعرف. ولا تقابلت معه مرة في حياتي. ما قابلكش في باريس. ولا تقابلت معه مرة في حياتي. والله لا نعرف. به مبادرة صلح مع بن علي ما قمتش بها أنت؟ طيب نجاوبك. موجودة عندي وثائق تثبت هذا. نجاوب. مش ما نحلفك شكل. طلع الوثائق. لا، في مقال من مقالاتك. طلع الوثائق. اللي ما انكرتش علاش طلع في الوثائق. اللي وقع، هو الذي وقع. اللي وقع، نحن عملنا مبادرة. سمعت بها السلطة في تونس. أي فوالا بالضبط. سمعت بها السلطة. أي. اتصل بي هذا الشخص محمد الناس. اتصل بي بالهاتف. من تونس. ما نعرفوش انا. هو قال لي محمد الناصر. ربما لو اتصلت بي انت وقلت محمد الناصر راني صدقت. باهي، مش مشكله، لان ما نعرفش صوته. اي، ما فهمش علاش انت حل سيفتو. ما فهمش مشكله، التونسي اتصل بي، شنو المشكله؟ اي فما مشكله معاك. قال لك اي واش قال لي؟ قال لي انتم المجموعه هذه اش تعملوا؟ قلت له نحن اش مدخلك فينا انت؟ انت منا، انت معنا. قال لي نحب نعرف اش قاعدين تعملوا. قلت له اش مدخلك انت؟ نحن هذه مبادره اصلاح في داخل الحركه، ما تهمكش. هي مبادرة عودة. لا مش هذه. لا مش عودة، مش عودة. مبادرة عندها مراجعة اي، مش غير ما ندخل في التفاصيل. لا ما كانتش صدفة. هو باعتباره دولة، وهو تكلمني بصفة رئيس، بصفة معناها دولة. مبعوث من طرف بن علي كلمك. صحيح. إذا مبعوث من طرف سياسي. كل السياسيين في العالم إذا كان باش يقروا قرارات يتبنى على تقرير المخابرات في العالم هذا. يعني الآن حتى باراك حسين أوباما يقرروا بعد التقريرات نتاع مخابرات. طيب هو اتصل بي قال لي راهو. فقلت له أنا الأمر ما يهمكش، وإذا كان الأمر هذا يهمك ويهم الدولة سيعلن عنه. في حشيتها قابلت قاسم الفرشيشي، بالقاسم الفرشيشي اللي هو الآن في معروف قضية مستشار رئيسكم، وهو حي. محمد النوري رجل اقتصادي وهو حي. شكون آخر؟ واحد عضو آخر، وهما أعضاء مكتب مجلس الشورى. فهمت؟ علمتهم. وفي المبادرة علمتهم، قلت لهم راهو اتصل بي محمد الناصر. كبروها، ضخموها، ردوهاش كرة ثلج. وعملوها تي علة باش يقع معاملة سيئة لخميس المهجري. فهمت؟ لا، ولكن متهمين خميس المهجري اني عندي علاقة وقتها مع فتح مورو، مع فاضل بلدي، مع مجموعة. به كانت تهمة العلاقة مع فتح مورو في الوقت هذاك. طبعا. به يعني هو صالح كركرد ورطوه ورطوه في قضايا خطيرة وهو بريء منها. طردوه عام 2004. شكون هذوما اللي طردوه؟ الغنوشي. واتهموا بقضية خطيرة
وهو ما عنده فيها حتى شيء. فهذه ايش بيها حبيت نصلح. إيه هم شو الاشكال؟ يتهموك بانك سعيت الى فض الاشتباك مع الشر مع السلطه مع بن علي. لا هاتوا الدليل يا اخوي، هاو كلامك لهنا موجود. انا هذا كلامي. وانتهت تلك المبادره الى خلاصتين اثنتين، اولهما فك الاشتباك مع السلطه، وثانيهما رد الحركه وقرارها الى الداخل. هذا كلام الى داخل تونس. اي هذا كلام داخلي. فوتت الحركه على نفسها فرصه ثمينه اخرى بتهورها وتنطعها وغرورها. اي هذا كلام صحيح. اي السلطه كانت تتابع في ذلك الوقت المبكر المبادرة، فاتصلت بي شخصيا تستفسر عن حقيقة تلك المبادرة. هذا اللي قلته. ولكن مع الأسف الشديد فقد فوتت الحركة. شو مع الأسف؟ أنت تتأسف ما قبلتوش، ما تحاورتوش مع السلطة. لا يا ولدي مش يتحاور يا أخي، هو رجل غنوش مش يتحاور مع السلطة. هذا كلام. هو ما يتحاوروا، أنا ما تحاورتش مع السلطة، أنا جاني مكالمة هاتفية فقط. هم يتحاوروا معاها، معروف المحاورات معاهم في سويسرا وفي بن مع بن علي، مع هذا رئيس مكتب السياسي متاعهم ومع مجموعة متاع النهضة. يتحاوروا معاهم. يا بن علي الغنوش ما بعثش رسالة لبن علي عن طريق الهاشمي حمدي؟ اللي هي الرسالة؟ تيزي وعاد ما حلوش الملف هذا. هم مورطين. هم مورطين مش أنا. أنا ما عندي حتى علاقة. مورطين فيش؟ مورطين في العلاقة الأمنية أصلا مع بن علي، حتى مع الفرنسيس. تقول في كلام خطير. لا كلام مسؤول. حتى مع الفرنسيس. في فرنسا أي واحد يطلب لجوء سياسي يلزم يستشير النهضة. وفي بريطانيا أي واحد يقدم لجوء يلزم يستشير النهضة. اللي تزكيه النهضة هو اللي ياخذ اللجوء، واللي ما تزكيهش النهضة هو إرهابي ما ياخذش. كان حبيب المكني وهو الممثل الرئيس المكتب التنفيذي ويمثل حركة النهضة. كان لقاء باش يقع في باريس داخلي يخبر عليه البوليس، بعد ما يقع يمشي للبوليس الفرنسي. انا ملاحق الفرنسيس، انا ملاحق بالبوليس يعني الفرنسي. كانوا يخدموا مع البوليس المخابرات الفرنسيه. ما قلتش كانت عندهم علاقه، عندهم علاقه، ما قلتلكش يخدموا معاه. وشنو العلاقه الامنيه مع بن علي؟ علاقه امنيه ما قلت لك، انا كان يقابلوا في ناس شخصيات نتاع امن، انا يثبتوا لي لقاء، عملت لقاء مع شخصيه امنيه. يا شيخ توا في الداخل في الوقت هذاك قسم كبير من المناضلين تاع النهضة سجنهم بن علي ويعذب فيهم وحط ملهم حياتهم. مش واحد يلزم يكون في نعم. في موقع نعم. الحياد والنزاه. باش نبدا نقوم بدوري. منهم برشا اسماء معروفه اليوم في السلطة، 15 سنة 18 سنة في سجون بن علي. نعم. وانت اليوم تتهم فيهم بالتعامل مع بن علي الموجودين في المهجر. انا جاوبتك على السؤال. جاوبتك على السؤال. قلت لي العلاقة، قلت لك هما عندهم علاقة. عندهم علاقة مع بن علي ويتفاوضوا مع بن علي. يتفاوضوا. واللي يتفاوض مش بالضرورة يكون عنده علاقة. اي برا بديت تتراجع في كلامك. لا مش تراجع، مش تراجع، مش تراجع. لا مش خفت. أنا الرجل لا أخاف إلا من الله. باهي. لا خاطر قلت الرسالة مع الهاشمي الحامدي. شنو هي الرسالة؟ هي؟ ما هي هما طلب. هما التهمة اللي اتهموك بها أنت رجعت لهم. مش علاقة. خاطر هما اتهموك أنت. خلي يتهموا. أنت وأنت. التهمة السياسية. اتهموك أنت. تعاملت مع رجل المخابرات من رجال بن علي. نعم. وجبت من عنده مبادرة واخترقوا الحركة عن طريقك أنت. هذا اتهام معروف تاريخي وموثق. نعم فين موثق؟ يعني في تصريحاتهم هما في كلامهم. جيبوا دليل. أنا قلت لك أسماء، هو عضو في المجلس التأسيسي، هو حي موثق. أنا جبت لك أسماء متاع أشخاص موجودين. الرسالة اللي مشيت لبن علي عن طريق الهاشمي الحامدي، شنو هذه الرسالة؟ ما هي مضمونها المصالحة، دعوة للمصالحة. دعوة من حركة من راشد الغنوشي للمصالحة مع بن علي؟ نعم. مع سواء مع هاشمي، سواء مع ملك قطر، سواء كان مع عن طريق القذافي. مع أمير قطر. أمير قطر، سواء كان مع السعودية كوسيط، سواء مع القذافي. محاولات عديدة. محاولات للمصالحة مع بن علي. أي نعم. هذا كلام خطير يا شيخ، ما تصورتكش تقوله في الحصة هذه وما علاش؟ ولا حطيته في الكوندكتور نتاعي. نحن أحرار والله الحمد، ونقول أنت حر وتتحمل بعض الحق وتتحمل نعم. مسؤولية هذا الكلام نعم. والكلام هذا أنت قلته كانك توجهت لك التهمة نتاع التعامل مع مخابرات بن علي. لا لا وقتها أنت رديت الفعل مما يثير الشكوك في مصداقية هذا الكلام. لا لا مش رديت الفعل، هما في الحكم ويحكموني هم في الحكم. لا ما نصورش. لا ما كشفتلكش الوراق، مازالت اوراق اخرى كبيره. شنو هي الاوراق؟ انت باش نكشف لك كل عندك ما اخطر من هذا؟ انت تو انا قلت لك الحقيقتين هذه، قلت لي انت عندك ما اخطر من هذا؟ قلت لي التهمه كاينها ثابته، رد الفعل نتاعك يثبت. ماكش ندم على الخروج من حركه النهضه؟ انا اقسمت لك بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. واللعنه علي ان كنت من الكاذبين. اذا كانت عندي علاقه مع اي شخص في السلطه او في الامن.
ونحن عندنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. بل الويكيليكس خرجت أخبار سيئة أنهم عندهم علاقة مع الأمريكا. خميس المجر لم يذكر. وأنا عايش 22 سنة تحت المخابرات الفرنسية. أنا ما عتونيش اللجوء إلا بعد 4 سنوات. زوجتي انتقلت للجزائر. كانوا يعتبروني في القائمة من الخطيرين. فهمت بابا؟ لشكله اختار على الدولة الفرنسية. لأن المخابرات التونسية أرسلت لهم برقية بأن هذا الرجل خطير. واضح؟ وأنت كنت خطير؟ راجل أنا. فزوجتي خذت اللجوء في الجزائر دوب ما دخلت الجزائر خذت. في بالنا كي جات لفرنسا باش تاخذ دوب ما تحط رجلها. 4 سنوات تستنى لأن ملفي أنا. وهكذا حتى المتدخلين الفرنسيين نتاع حقوق الانسان يقول لها انت راه ما عندناش مشكله معاك لكن زوجك خطير. حتى نتمنوا 4 سنوات يبحثوا بعد ما لقاوني صديق. فعطاوني اللجوء. لقاوك صديق لفرنسا؟ هما قدروا اني صديق لكن انا مشاكس، انا راجل مشاكس. هاو به لاني رضاو عليك الفرنسي حتى لا لانه ولات لهم مشكله. هما هو تحل ملفي مش ملف الاخوه الكل. تحل مع بعض. واضح. ماكش ندم على أنك خرجت من حركة النهضة؟ أحمد الله عز وجل على أنك خرجت، فهذا من فضل الله علي. ماكش ما تتمنيش أنك ترجع لحركة النهضة؟ أبدا. حتى لو جيك العرض و... لا ما عشان هاك سعيت للمصالحة على الغنوش. لا مش مصالحة، هذه هو يبدو متقلق نفسيا من نفسيا يعني عنده في قلبه شيء عليه، فأردنا حبينا نحو المشكلة لكن الحمد لله ما مشيتش. لأنه لم مشيت لو مشيت لو تصورت وراه جاي يتوب وجاي يستغفر وراه فهمت، فهذا من فضل الله علي ان شاء الله. دعاوني كثير من الشباب القلقانين الان في داخلهم، كثير منهم في داخل حركة النهضة. حركة النهضة كثير قلقانين، ياسر متقلقين من فهمت من شنو؟ من تصرف النهضة ومن تصرف يعني ما همش راضين على السياسات العامة. كثير منهم في داخلهم. دعاوني ان ارجع واصلح، قلت لهم مستحيل نرجع بشرط. ولكن الشيخ الغنوش اسمع الشرط، سمحنا الشرط الوحيد أنه تؤسس محكمة في داخل الحركة وكل شخص مظلوم يتظلم إليها. مظلوم من داخلين داخل الحركة. كل واحد تظلم يزم يحتكم إلى هذه المؤسسة وتكون قوية ومستقلة وأكبر من راشد الغنوشي خاصة وتكون أكبر من راشد الغنوشي. حتى حد ما يقترح اقتراحات. اقترحته أنت؟ أنا اقترحت للمساعدة. اقترحته للإخوة اللي يجي ويقولوا لي أرجع به. قلت لهم نرجع بهذا الشرط ونعرف الشرط هذا ما يتحققش. فأنا طلبت المستحيل. ليش ما يتحقق؟ الشمس واضحة. ولكن الشيخ راشد الغنوشي يتمتع بحظوة داخل الحركة وانتخبوه في مجلس الشورى بريسك بالإجماع وخليه يكمل الولاية هذه جديدة. هذا الخطأ. شنو خطأ؟ هذا خطأ. هما مخطئين أنهم يحبوه ويصدقوه ويثقوا فيه. خطأ. شنو خطأ؟ فسر. أنه أعيد لدورة أخرى. علاش؟ خطأ، وقد خطط هو لإبعاد عبد الفتاح مورو. عاد عبد الفتاح مورو. عاد بعدما اطمأن على موقعه رجعوا تحته. لأنه كان الرجل المنافس الوحيد له هو عبد الفتاح مورو. المنافس الوحيد؟ نعم. نخريد مش منافسين؟ لا. يقولوا أنه فما تيار متطرف داخل حركة النهضة اليوم. هذا اللي هو مازال سلفي يتهم بأنه متطرف. يمثله شكون؟ حتى يقال الشيخ مثلا حبيب اللوز والسيد قشور ما نعرفش شكون يمثله؟ ما نعرفش. التطرف إيش؟ في التطرف في اتجاه السلفي ولا التطرف في اتجاه التروتسكي؟ سلف طبعا سلف. كل حال هم ثم متطرفين لهم، يحسبوهم متطرفين لأنهم أكثر تمسك بالنصوص والتأصيل الشرعي والعمل الدعوي. وثم ناس قلت ثم ناس متقلقين داخل حركة النهضة. من القيادات؟ متقلقين من أنواع الكل يعني. من القيادات ومن القواعد الوسطى. يعني تتوقع أنه حركة النهضة تنجم تنشق؟ مع الأسف لا. مش تقعد متماسكة وموحدة؟ مع الأسف متماسكين رغم القلق هذا اللي تحكي عنه. تماسكش مع الأسف. مش طبيعي أنا الحركة. وحسب رأيك في الانتخابات القادمة مش تعاود تفوز حركة النهضة؟ نقدر نعم. وتتمنى أنها تفوز أنت؟ هي خير من غيرها. خير من غيرها؟ نعم. نداء تونس ما يشكلش خطر على حركة النهضة قوة ساعدة و... لا. لكن لا. أنا ننصح النهضة أنهم تمد يدها لإخوانها الإسلاميين الكل.
مع الأسف تفركس على حزب الأصالة. أنت تفركس على موقع داخل حركة النهضة. يا رجل سلم بي أنا موقع، أنا موقع. شنو تمد يدها؟ تمد يدها لك أنت مثلا؟ تمد يدها يعني تحسن التعامل، لا تميز في تعاملها. مثلا كما قلت لك في سليانة يعملوا لجنة تحقيق مع السلفيين. جبت لي حزب توا حزب الأصالة مثلا حب يعمل ندوة فكرية في تونس وتقريب في الجنوب وفي سوسة، في بنزرت وتونس وسوسة تقريبا، جايين دعاة من الخليج ومن المغرب. منعوا. علاش تمنع دعاة ومنير شكون ذاك سمير قنطار تخليه يدخل ويسبنا؟ سمير قنطار تعرف شكون سمير قنطار؟ تعرف قيمته النضاليه وتاريخه النضالي ضد اسرائيل؟ ما شاء الله يسبنا، هذا يعطيه الحق. يسبكم ما يسبكمش، هذا يعطيه الحق. يسبكم ماكمش مقدس يا سمير. سب التوانسه كل مش سبنا نحن، سب التوانسه. التوانسه وقت اللي قال اللي يوقف مع النظام ضد النظام السوري، ونحن كنا مع الشعب السوري. هذا اختلاف، هذا اختلاف ما يقللش من قيمته النضالية. وانتم ما يعطيهش الحق، أهنتوه في تونس. لا يعطيه الحق، انا في والله ما في بالي وما حضرت وما سمعته. اما هو اهان الشعب التونسي كل بمؤسساته، بالقصر للقصر، بالمجلس الوطني التأسيسي، بالحكومة، اهان الشعب التونسي كل لان وقفنا مع الشعب السوري. هو يسمحوا له واضح، ودعاة الى الله عز وجل جايين لحزب الصالة ما زال يكون في روحه. منعوهم ليش؟ ثم التمييز. مش معنى منعوهم حسب رايك؟ علاش علاش منعوهم؟ والله يسألهم. لانه وقت اللي ساعات يدخلوا دعاه تجيهم انتقادات كبيره وضغوطات كبيره، لانه فما ناس رشاشي سمير قنطار رشاشي ومشبولين ومتهمين بالتطرف والارهاب. لا لا اللي جايين مش متهمين. هو الوزير الداخليه قعد مع رئيس الحزب هذا الاخ المولدي مجاهد وقال له تو يدخل، وعده من بعد تراجع. ثم سبب، لازم ثم سبب امني مثلا. تكتب تكلم مع وزير الداخلية قالوا تو يدخل. إيه وبعد ربما تراجع لأنه جاء تقرير أمني ولا حاجة. نجمش تصير. الله المستعان. نجمش تصير. به أنت تقول أنه نداء تونس ما يشكلش خطر على النهضة في التنافس الانتخابي القادم. ما مش محسوب نداء تونس. مش محسوب. نعم. علاش؟ عنده منخرطين ومصوتين واستطلاعات الرأي تحط فيه في المرتبة الثانية، وتو قريب يوصل. ما عندوش توازن. ربما عنده بعض الوجوه، ربما هو مورط الآن أفراد، ومعناتها لابد أن يستثنوا من الحياة السياسية، خاصة الذين ثبت فيهم يعني جرائم قديمة. يزم. أفراد وشكون؟ وش القيادات؟ القيادات مش برشا أفراد، معناها هو شكون يا أخي؟ هو شكون كي عبوا صالة في تونس؟ معناها هما ما عندهمش تواجد في المناطق والجهات. نعم. به نعملوا ترويحة في وسط الحوار. وقت اللي نشوفوا سلفيين يعتديوا على الفنانين ويعتديوا على عروض فنية ويعتديوا على المسرحيين في وسط شارع حبيب بورقيبة. نعم. يعني علاش العداوة ذي للفن؟ اسكو الفن تعتبروه كفر؟ الفن حاجة حرام محرمة؟ وقت اللي توصلوا تطبقوا الشريعة أو تعملوا دولة إسلامية مش تمنعوا الفن بالكل؟ ما عادش غناء، ما عادش موسيقى، ما عادش طرب، ما عادش مسرح، ما عادش سينما؟ يا أخي قلنا لك نحن باش نوصلوا للسلطة، نحن مثلا تحلم بدولة إسلامية، تحليل تطبيق الشريعة من حقي ولا أي من حقك، كل واحد من حقه يحلم. يعني ما فيش مشكلة. ولكن الفن، نسأل فيك على الفن والفنانين. الفن إذا كان الفن هو تهذيب الذوق وهو مساهمة إصلاحية في تربية الإنسان في ذوقه وفكره ومعرفة وخلق، نعم. كان شعراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام الشافعي من أعظم الشعراء، وكان يقول كلاما يعني كيف ذاك الشعر؟ شعر الفنانين تاع تو. شو الفن؟ الفن شنو معناه؟ كيما خوك مثلا، خوك فني احمد الماجي. خويا مرحبا بك. كيما خوك يا اخي، خوك يهذب في الذوق؟ تعتبره يهذب في الذوق بالغناء نتاعو والموسيقى؟ انا انت سالتني ولا سألت. انا نجاوبك، قلت لك الفن اذا كان مقصود به الشعر. ما نهربش، راني مانيش هراب. اذا كان الفن المقصود به هو تهذيب الذوق، اذا كان هو شعر وادب مسرحيات، فما فيهاش اختلاط، ما فيهاش ميوع. ما فيهاش اختلاط يعني، ما فيهاش ممثلات يعني. ما فيهاش ممثلات، اي نعم. مسرحيه رجاليه. ايش بيه؟ ممثلين كلهم رجال. والفنانات كيما امينه فاخت ولا نوال غشام ولا صوفيا صادق ولا الى الجحيم. ما يغنيوش. انا ما قلتش الجحيم. ما يغنيوش مثلا. هم يعملوا في فن هما. مش فن هذاك. هذاك شنو فن؟ شنو القضيه اللي يحكيوا فيها؟ قضيه فارغه. الحب.
الحب مش قضية إنسانية، مش مشاعر، مش عواطف، مش حاجة محرمة، يعني الواحد ما يحبش ما يغنيش على الحب، يغني على حبيبته، يغني لها هي. هو الحبيب يغني لحبيبته، يغني لها ديريكت كما غنى، مش قدام الناس. معقول؟ هي طيب انت ما رقصتش لزوجتك انت؟ انا مانيش متزوج بالله؟ ما دخلت لي في امور شخصيه دو. رقصت هكا؟ رقصت لزوجتي؟ لا سالتك سؤال. باهي نسالك انت متزوج؟ أنا رقصت لزوجتك؟ كانوا بعض الاخوه، لا انا معاذ الله، رقصت لزوجتك؟ بعض الاخوه اللي كانوا في الطريق، يعني طريق رجعت لك سؤالك. طريق المغرب لا معاذ الله لسنا هذا الرجل. ليه خاطر تسال فيه انا؟ لا انا هذا الرجل؟ لا ملانا نرقص لزوجتي؟ لا حبيت نقول لك يعني لا، ما في طار يغني لها وتغني له ويرقصها وترقص معناها هذا المعنى. الحب يعني ما شفتش انا اي قرانيه، اذا كان اي قرانيه او حديث نبوي حرب. توا امينه فاخت علاش تغنيني لي انا وتغني للشعب؟ ما تغني للحبيبه وانتهى الامر. حبيبي غني الحبيب، تغني لكل العشاق. انا عشاق اخي، جينا عشتي العشق حرام، محرم العشق. هاي سيدي نقول لك، في تونس قداش من جريمه الان خيانه اللي تغني لهم الان؟ تضحك سي سمير. لو ديفورس Sur 16 000 affaires de divorce jugées en 2005, plus de 11 500 ont conduit à un verdict de séparation. هذا في تونس يحدث. شنو المشكلة؟ أبغضوا الحلال. هذا تغني لهم أمينة فخت في العشق. شوف حالة الطلاق اللي تغني لهم كل طلق. 70% طلق. إيه بس بابا غني أمينة فخت. حبيت أقول لك يعني أنت تقول لي هذا هو الوضع في تونس، هذا الوضع مأساوي كارثي. يا أخي الله المستعان، يا اخي تتحل العشاق يلزم نغنوا لهم باش تستقيم اسرتهم، تستقيم اولادهم. نزيد نواصل. تونس الاولى في الدول العربيه والرابعه على العالم في نطاق الطلاق، في نسبه الطلاق. بسبب شكون؟ بسبب الفن؟ سياسه كامله عالميه وتعليميه وفنيه وادبيه وقيميه. لانه المراه حره باش تطلق. يعرسوا في الصيف وقت يتولي ما عادش فما حريه المراه، ما عادش فما حريه. يعرسوا في الصيف ويطلقوا في الشتاء. تو هذه نفتخروا بها في تونس. نحن لازم نراجعوا كل شيء. يا اخي والله مره انا راكب مع شيخ، اسمع شيخ عالم محسوب انه عالم. هبطنا من تونس لهنا للمونستير. حلينا الباب. حل الباب بزق. استغربت انا. بزق فين؟ بزق في الشارع. حاشيك؟ حاشيك. علاش؟ باش يوريك المستوى نتاع التونسي فين وصل. واحد يشرب الخمره في الطريق يلوح الواحد. دي مواضيع اخرى حضاريه. شو مواضيع انا حضاريه؟ اخلاقيه. هذا هو الانسان وصل في الطريق. نحكيو على الفن تو يا شيخ. نحكيو على الفن. لا نحكيو على اسمع، الفن يلزم يرقي. انت هو الفن عندك. باهي عندك. الفن يلزم يرقي بالذوق التونسي، يلزم يساهم. انت عندك خوك فنان سي احمد الماجري يغني. نعم. وكذا وجيتاره ويحوس ويغني للجمهور مختلط زاد الانثى. نعم. والرجال ويغني. نعم. على الحب زاد. نعم. واكثر واحد من اكثر الفنانين اللي غنيوا على الحب سي احمد الماجري. نعم. علاش ما منعتوش؟ ما قلتلوش لا؟ ما نصحتوش؟ نصحته باش يعتزل؟ انا ننصح فيه. تنصح فيه؟ باش ما عادش يغني على الحب؟ اي ننصح فيه، انا ما يغنيش اصلا. كان يلقى شغل اخر افضل له. ما يغنيش اصلا. وهذا يدل على اني انا مش ديكتاتور ولا ارهابي ولا نسلط بالقمع. هو اخويا ويبقى اخي، واسال الله ان يهديه الى الاصوات. كما الاخر عمرك ما حطيت سيدي في الكهرباء نتاع امراه غني سمعت اغاني نتاع؟ وعلاش امراه؟ على الاقل قل لي راجل انت. لا حتى راجل لا. حتى وعلاش ما تسمعش الاغاني يا شيخ؟ انا نسمع القران. باهي القران اوكي، كلنا نسمع القران في اوقات. نعم. معينه نسمع القران. نعم. ما فيش مشكل، برشا ناس يسمعوا. نعم. القران مش كان انت، ولكن في اوقات نتاع اوقات الراحه نتاعك تحب ترتاح القران ما تسمعش. القران ما تسمعش اغاني القران. ناخذ ولادي وزوجتي نمشوا نخرجوا من الجرده ولا نهزهم من جامع باريس كي تضيق علينا شويه. ولا سينما ولا مسرح ولا حتى شيء؟ لا ما مشيتش. ولادك تحكم عليهم هكا؟ ولادي مر... لا لا ولادك تربيوا في فرنسا ولا لا؟ يمشيوا ثم افلام نتاع ولاد صغار يمشي معهم حتى المراه كي يكبروا. لا حد كبار وصغار الان يمشيوا عندنا شو اسمه هذيك ديزني. في مناظر يعني. نحكيو على المسرح والسينما. لا ما مشيتش. انا تونس مشيت مثلا، مشيت مشيت شنو هو الفلاقه ولا حاجه كيما هكا. لا الفلاقه في فرنسا. مشيت في مسرحيه كريتا ولا حاجه كيما هكا. المهم معناها في الوقت الفراغ بالنسبه لي انا نخليه لاهلي ولا للقران ولا. نعم. اخوك احمد المجري واسمه الرئيس بن علي عطاه وسام ان شاء الله. فرحت له؟ لا ما فرحتلوش.
انتقدت على شيء ذي؟ لا ما انتقدتوش، ما هو فرحان وقلت له انا مستغرب انه واحد خوه سلفي واسمه بن علي في وقت من الاوقات، مش غريبه شوي؟ والله انا مانيش سلفي، انا كما قلت لك يعني كنت مطارد من بن علي كمان، يعني رغم ما يقال اذا كان مصلحته هو، اذا كان راى اخوي احمد يعني ابدع وانتج ويستحق، هذه مساله خاصه، وربما يحب يلوثني بهذا ابو ربما. وشنو الغنية اللي تعجبك من أغاني أحمد خوك؟ ما نسمعهمش. على فكرة أنه هو مضطهد كذلك مثلي. أي مضطهد نعرف. مضطهد وعنده تقريب أوبيرات، عنده صحيح. عام ونص ولا قداش يحب. لا حتى التو. أي. حتى التو مضطهد. تو الفنانين الكل مضطهدين. يعني هو عنده أوبيرات تقريب شي يقدمها على. على مسألة الثورة. بن علي تعب شوية وما. الثورة. ما يتعديش بسهولة التلف زي ما في خذوا وسام كمان. أنا نحكي لك على توه، ما كنتش عارف أنا قبل كنت في أوروبا، ما أنا أحس هو متألم متألم لأنه عنده أوبيرات إبداعية. أي يعمل له إشهار توه، أي عنده أوبيرات إبداعية. الله قال لي عليها. الله يسامحك. يا سمير هدرة فيك. نعم عنده أوبيرات. تفضل من شيرة تحبش الغناء، تحبش الغناء نتاعك ومن شيرة تعملوا في البيستين الأوبيرات نتاعك. هذا ديما تأويل، تأويلكم العالمين يا أخي، مناش عارفني تجيبوا فيه الكلام هذا. حبيت نقول لك راجل مضطهد. أنا ما تصورتش يعني. باش نضحك في حلقة نتاع سلفي علاش يا أخي؟ الطريقة هذه أنت فكرتني بوحدة في الصباح قالت ما كنتش نتصور روحي باش نبكي نهار على سلفي. اي مش في الصباح هذيك لينا بن بن ما نعرفش اسمها. انا اسمها لينا بن مهنا. اي بنا جديد هذيك معروفه تحبكم برشا لدرجه انه تحبكم قالت ما تصورش روحي. شفت تو معقوله هذا؟ شبينا نحن منين جايين؟ مش توانسه؟ توانسه يا اخي هذه تقعد معايا تو تولي سلفيه. توانسه يوصل تونسي يكتب يقول انا كنت نتصور النهار باش نبكي على سلفي مات. ليش هذا فين ماشيين يا اخي؟ القلوب هذه منين صنعت سبحان الله؟ شنو كنت نتصورها انا هذه في الداخليه وقت اللي كان يجزروا فيها؟ شنو كنت تقعد معك نهار؟ ما فهمتيش العباره، ما كملتهاش. تقعد معي كيف كنتي هيك قاعده؟ تحبها تقعد معك؟ علاش لا؟ انا داعيه. اي مش نقعد معها في جره في جنينه ولا في لا، قاعد معها كيما يقعدوا التوانسه في سهره في قاعده. تو تاخذ فكره علي انا مقراهم بالغلط. اي فهمت. قراهم بالغلط على السلفيين. قراوا الاسلام، كره للاسلام. ايه ولكن يا استاذ كلي انت اليوم في حصه كما هذه تقول انا الغناء والمسرحيات يلزم رجالك هو، والغناء محرم، والمطربه ما يلزمهاش تغني، وامينة فخت يلزمها تعتزل وتمشي تغني راجلها، والحب ممنوع الغناء عن الحب. شنو هذا معناها؟ يحبب الناس فيك معناها والا واللي يقرب الناس منك؟ انا انا ما انا والا يعطي فكره على الاسلام، يعطي فكره على الاسلام. شبي عبد الفتاح مرو يغني، مش حتى يسمع الغناء، يغني كريمه. يا استاذ انا رجل شنو معناها كافر عبد الفتاح مرو ولا اقل اسلام منك انت؟ نسالك. انا رجل ملزم بالكتاب والسنه. اي الكتاب والسنه حرم الغنى. قال تعالى ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن عباس والله الذي لا اله الا هو انه الغنى. ماذا به تو الناس الان اللي شاده في سيديات وغناء ورقص واحد ما لهاهم على القران؟ أنا أعطيني آية قرآنية تبيح نقول لك نعم. أعطيني حديث يبيح نقول لك نعم. تحب ندخل جهنم أنا؟ هذا الفرق بيني أنا داعية وبين السياسي. كي تقول لي عبد الفتاح مور السياسي يغني ويشطح ويعمل كما يحب، هو سياسي. أنا هو لا. أقل إسلام منك أنت معناها تقصد؟ لا ما تمشيش في التهم في النوايا. أنا هو الآن في حزب سياسي، هو يعمل في السياسة، أنا ما نعملش في السياسة أخويا باهي. أنا ملزم بقول الله ورسوله. واضح. ومانيش مطالب أنا الشعب التونسي يحبني أنا. المسلم يحب هذا. المسلم يحب هذا. بقي كثير ما يحبش معناه ماهوش مسلم. لا لا هو حر. هو حر. يا ولدي توا أخي واحد دخوله الإسلام يحب الغناء ولا ما يحبش؟ لا. لا لا يا أخي. نزربوا شوية. أجري أجري. أستاذ خاطر الوقت للأسف نقولها بكل صراحة للأسف الوقت زربنا. ثم برشا اتهامات توجه للسلفيين والحصة ما تكفيش باش نقولوا الاتهامات الكل. تفضل. ولكن من بين الاتهامات أنكم مخترقين من طرف مخابرات أجنبية. نعم. وذي قالوها ناس برشا ناس من بينهم صافي سعيد قال أنكم مخترقون من عدة مخابرات أجنبية وأنكم في خدمة أجندات أجنبية. وشفتوا يظهر لي في التلفزة قالوا الكلام هذا. دونك شنو ردك على الأسف أنا ما شفتوش. تعرفوا صافي سعيد؟ لا والله لا.
ما تقراش يا أخي كتب، ما تعرفش المفكرين الأدباء الصحفيين؟ لا نعرف خويا نعرف. تعرف كان ال لا لا أنا كنت كتاب واحد هو القرآن فقط. أنا كنت أتحدث عليك على جوندوليزا رايس وبوش وويكيليكس. الله المستعان. ممكن ممكن فما هذا ممكن هذا واضح فما ممكن يعني ونحن مناش تنظيم ومناش حزب، كل حزب مخترق واضح اليوم. المهم أنا مش مخترق في فكري اليوم. السلطة الله أعلم، الله أعلم اليوم السلطة شيخ يعني فما تحاليل تقول أنها ساعية لاحتواء السلفيين وخاصة السلفيين الجهاديين، وعندها آليات لاحتواء هؤلاء من بينهم أنها مجندة الشيخ البشير بالحسن، وانت تعرفه سلفي من بين السلفيين الموجودين والفاعلين، سلفي يوصف بأنه معتدل وبأنه متسامح. السلطة اليوم حلت له أبواب السجون باش يلقي فيها محاضرات على السلفيين، وحلت له أبواب القصر ليلقي محاضرات أيضا، واليوم باش يمشي للسجون وباش يستهدف السلفيين خاصة والناس المؤهلة باش تكون سلفية باش يروضهم نوعا ما أو يحتويهم أو يوجههم للإسلام المعتدل ويبعدهم على التطرف. شنو رأيك في هذا؟ وعلاش ما السلطة مشيت البشير بالحسن بالذات؟ الشيخ البشير بالحسن؟ والله هذا هذه سياستها الآن المنتهجة، تريد أن تقاوم هذا الاتجاه الرافض لأن يدخل في العمل القانوني. فتريد أن تحجم من عدده وتريد أن تزرع فتنة فقط. فتنة هي السلطة لا تحب ولا بشير بن حسن ولا تحب خميس الماجري ولا تحب هؤلاء، ولكن تريد أن تستخدم بعض الناس من أجل إيقاع فتنة في الصف الإسلامي فقط. تستعمل في البشير بن حسن نعم. لأحداث فتنة؟ نعم. وعليش البشير بن حسن بالذات؟ بشير بن حسن ندعوه أن يتقي الله في هذه الفرصة. هذا شيخ دين تقول له اتق الله؟ اي ربي قال الرسول عليه السلام، ربي قال الرسول يا ايها النبي اتق الله، وربي قال زوجة النبي واتقين الله به. واضح به. واضح واضح صلى الله عليه وسلم. كما انا نقولها له هو يقولها لي. واضح واضح نعم. اثنين كمل له الرساله. اثنين ان الناس هؤلاء لا يحبونه. كمل له الرساله هذه الرساله الاولى اتق الله. اثنين يسكت افضل له. يسكت كريمه يسكت يسكت عن إخوانه، لا يأكل إخوانه، لا يتهجم عن إخوانه، لا يصل منه أذى. نحن لا نشك أنه يعمل، قاعد يخدم للدين، قاعد ناشط، قاعد يقوم بأعمال ربي يوفق لها، لكن أن يستعمل كأداة لضرب إخوانه فهذا لن يفلح فيه. لم يفلح بن علي قبل ولن يفلح لا هو ولا المرزوقي ولا النهض. فهم مؤقتين وهو كذلك مؤقت. وأنا نتحداه لو كان يدخل السلفيين للسجن ويقول كلمة لن يقبلوا. الرئيس المرزوقي اللي أنت مشيت له للقصر واستدعاك للنقاش حول الحالة السلفية والمنهج السلفي كتب مقال قبل أنت انتقدته فيه اللي هو الإسلام ليس الحل، تتذكروا المقال؟ لعلي أتذكره. نعم أنا عندي موقف من المرزوقي. نحن يعني كان عندك نتفاوض. موقف كبير من المرزوقي قبل ولا زلت قريب تكفره قبل ولا زلت ولا زلت نفس نعم. الموقف أي نعم ولا زلت نحن ما مشيناش نتفاوضوا معه. نحن مشينا ننكر عليه. اوكي تلوموا فيه يعني تحتجوا فيه. نعم تحتجوا عليه. نعم لوموا فيه لمواقفه المتسرعه والمتشنجه. صلحها اعتذركم. اعتذرنا مانيش نقصد وتقبل اعتذاره يعني نرجو انه ما يسلكش سلوك مخالف لمواقفه القديمة أنه حقوقي ويعتبر توانسة كلهم يعني توانسة بدون تمييز ولا استثناء ولا إقصاء. ولكن الآن المستشار متاعه كذب علينا كذب علينا نهارة الندوة اللي قام بها الشيخ بشير بن حسن. عنده برشا مستشارين والله يرق مش عارف اللي عامله ريات حسيله نهارة اللي تكلم في ندوة الشيخ بن بشير بن حسن فقال دعونا سلفين يقصدنا ولم يأتوا ونحن لم ندعى ولا نذهب. نحن ذهبنا لنحتج فقط. وعليش ما تمشيوش؟ لأن احنا معنا مقربنا به هذا الرجل المرزوقي. اي نعم. علاش؟ لأسباب متعددة. منها أنه يستعمل في شيخ من أجل تحجيم أو ضرب أو إدخال فتنة في البلد. أبو؟ اي نعم. تتهم المرزوقي بإدخال فتنة في البلد؟ نعم. عن طريق الشيخ بشير بحسن؟ نعم. فهمته هو تهمت النهضة. فسر لنا. هم مستعملينه باش يحاولوا يدخلوا فتنة في هذا التيار.
يشقوا هذا التيار. إيه يشقوا هذا التيار. ولن يفلحوا. وهذه الغاية. ولن يفلحوا. واضح. وأنا أبشرهم بأن واضح. هذا بشرهم بالفشل. ما عادش برشا أسئلة. ثم مجلة فرنسوية قالت أنه ثم معسكرات تدريب للسلفيين الجهاديين في تونس. وفما سلاح وفما استعداد للقتال وتدرب على القتال. ومجلة كبيرة هذه معروفة بالتحقيقات الكبيرة نتاعها بعثت لتونس وقالت أنه فما صحيح كلام هذا بكل صراحة. والله ما دام قلت كبيرة هي شتولي أكبر من القرآن هي. القرآن حاجة أخرى ما لا يقارن. كبيرة كبيرة أسمع تجيكم تو أخبار من فرنسيس تقبلوها الله المستعان. ما فماش معسكرات تدريب في تونس. نحن اكتشفوها يزم تونس يكتشفوها تو نحن نسمع الفرنسيس يقول لنا أنت. ثم معسكرات احنا نسمع من الفرنسيس ومن الانجليز ومن الامريكان يقولوا علينا ناخذوا من اسمع ولو انه ما نتصورش كل يا يا اخوه يا ناس يا توانسه يا دوله يا عسكر يا جيش كلكم توانسه وكنا نحبوا البلاد وكنا مسلمين صح ولا نخرجوا الغرب من اللعبه خلينا توانسه وحدنا نحلوا مشاكل يا اخي الغرب كنت عايش فيه كنت عايش في فرنسا انت يا عاد نولي نبيعهم انا كنت عايش أنا في فرنسا وتاكل من خيراتها وتتعايش مع أهلها خيرات خيرات ربي يا رب يا خيرات ربي ربي عز وجل كتب لي نعيش في فرنسا مش في فرنسا فرنسا ما هيش حبتني فرنسا 15 سنه فرنسا ما هيش حبتني نكون في فرنسا تعرف ايش قالوا لي لرونسينمون جينيرو قالوا فوتغ بلاس اني با اون فرانس vous êtes comme le pen comme le marie le pen قالوا لي انت متطرف مثله على قلوبه ما نقعت لكن هما عملوا قانون نتاع حقوق الانسان ما يزوش يعني لو جو ما لقاو عندي حتى شيء خميس هذا يظهر قدامك شديد ومحسوب الواحد ما لقاو عندي حتى شيء واضح به ففقدت انا اللي عندي في القلب يقول معسكرات تدريب في تونس يا خويا جيبوهم نمشوا نتدربوا انا وياك ليه نسال فيك منين عارف انا قلت لك شيخ نتنقل كل يوم من بلاد لبلاد هذه لازم نسمعوها من وزاره الداخليه نسمعوها من وزارة الدفاع مش من الفرنسيس وزير الداخلية قال لا ما فماش فما سلاح انت قلت فما سلاح فما سلاح يدور عند الناس كل عند السلفيين زاد وعلاش لا يا اخي مش شرعي ماهوش شرعي دونك ماهوش شرعي السلفيين يجمعوا في سلاح يعني وزير الداخلية قال وزير الداخلية قال فما سلفيين يجمعوا في سلاح لإقامة إمارة إسلامية لا هذا اسمع هما قالوا شكون يقصدوا به؟ هذا مش فرنسا وزير الداخلية نتاعنا. شكون يقصد به؟ إي ولو حتى وزير الداخلية ساعات يجيبوا أخبار كاذبة، هو ما يقول احنا ماناش نحكم وزارة الداخلية. إيه هو قال وفق تحقيقات وناس قبضوا عليهم وشدوه. السلفيين هذم قالوا نحن بلدنا بلد دعوة. باهي؟ هذا ما علاش تقول عندهم سلاح شي يعملوا به سلاح؟ يمكن يحب يحمي نفسه، يمكن يحب يحمي نفسه، يمكن يحب يحمي فردي؟ يمكن يحب والله ما نعرفه أنا. ليه أنت قلت فما سلاح؟ فما سلاح يدور لكن مانيش عارف عند السلفيين، عند التلفيين. أي عندهم السلفيين في أي عند السلفيين عندهم سلاح، لكن ماذا يريد أن يفعلوا به؟ مانيش عارف شي يعملوا به، أنا مانيش مسؤول. لكن أنت ماكش عارف وأنت ما أحد رموز السلفية. وعندك أتباع ويحبوك وكذا وقيادات السلفية توا فيهم اللي هارب وفيهم اللي في السجن أنت واللي توا في الواجهة ايه؟ وتقول مانيش عارف مانيش كل اللي عارف سي سمير ايه؟ توا أنت كل حدث ولا حاجة تقع في حنا بعل أنت مسؤول عليها؟ لا ما أنا مانيش مدير حنا بعل ولا مسؤول عليها كان جيت مسؤول ولا مدير أنا المسؤول لا أنت توا عضو انت أنا عضو موجود مع مشايخ محسوبين على التيار السلفي ونحن ننكر هذا الاسم إذا كان بعض الشباب عملوا تحملني أنا واضح بعثتوا شباب تونسي إلى سوريا للقتال ضد النظام السوري مجاهدين ناس مشات وحدها موحدها ما ايه؟ بعثتوش انتم لا ما بعثناش شجعتوا حرضتوا ايه إذا كان ايه إذا كان رغم أنه مخالف للقانون شبيه شبيه في 1948 التوانسة مشاو لفلسطين وحاربوا الإسرائيليين ما كانش ممنوع شبيه ولا ممنوع اليوم هذا تونس وقتها سيدة كانت ايه؟ ذات سيادة ولكن اليوم تونس ولات تحت المخطط الأمريكي وتحت المخطط الغربي انه ما تسمحش لاولادك يمشي يقاتلوا احنا في مشكل يقاتلوا ضد نظام ضد السوريين المسلمين كيف لا السلطه في تونس سواء كان مجلس الوطن التاسيس ولا رئيس الجمهوريه ولا الحكومه مش جبدت سفيرها يعني دخلت في مقاطعه مع هذا النظام ولا الشباب مشاو لبوا موقف السلطه نجيو نحاكموهم اي واضح للاسف الوقت وفي اخر سؤال باش نساله لك قل لي انت ضد او مع ونختم الحصه نعم الشيخ خميس الماجي هل أنت ضد أم مع الزواج العرفي اللي منتشر توا في أوساط السلفيين أنا نجاوبك سامحني هو مش زواج عرفي هو زواج شرعي زواج شرعي مخالف للقانون القانون ما هو العرفي أضحك الله وسنك
القانوني هو العرفي. علاش؟ لأنه لا يشترط في القانوني مثلا الآن الولي لأبوها لجدها. تعرف الزواج العرفي متسبب في كوارث اجتماعية، يعني أولاد بلا نسب، مواليد بلا نسب، والزوج يهرب. يا سي سمير أرجوك، حتى الزواج القانوني هذا في البلدية، وقداش قلت لك من طلاق 70% طلاق. مش كيف الطلاق يضمن القانوني أنه ثم عقد؟ أسمعني أسمعني، يضمن القانون حقوق نتاع المرأة ونتاع النفقة وكل شيء. القانون يزم يتراجع في العرفي. لا، القانون يزم يتراجع، القانون يزم يتراجع. ما يشترطش الولي، يعني الطفلة تمشي تزوج روحها ما غير ولي. انت تسمح بنتك تتزوج ما غيرك؟ انت تسمح بنتك تتزوج زواج عرفي؟ سمح. اي نعم، انا زوجت بنتي في فرنسا بزواج عرفي، وتوا متزوجه زواج لا عرفي. بعد جات لتونس وعملت العقد الواحد، عملت انا وانا امضيت عليه زواج، ومش زواج عرفي، زواج شرعي. وحلتني انت، هو زواج شرعي، فهمت؟ اذا في القانوني ما فيش الولي وما فيش شاهدي عدل. في تونس اي واحد يجي يشهد. اليوم العدالة عند المالكي. اسمعني، العدالة عند الإمام مالك على الأقل يلزم اللي بشي يشهدوا في العقد الزواج يكون يصليوا. الآن في العقد في البلدية يشهد واحد سكران، وهذه الشهادة لا تجوز. لا أنت بعت على أضرار الزواج العرفي، فيه برشة أضرار. فيه أضرار، ولذلك كم سقولا الحل هو يقع إصلاح العقد الزواج الموجود الآن في البلدية. يقع إصلاحه بشي يولي شرعي، بشي يولي ما عادش الشباب يعملوا عقود. علاش عملوا عقود شرعية؟ أو تسموه أنتم عرفي، لأنهم القاوا في العقود في البلدية ما هي الشرعية. هل أنت ضد أم مع المهرجانات الصيفية الموجود تاع الفنانين والفن والغناء والرقص؟ ضد. ما يلزمش تكون ثم مهرجانات وحفلات وسهرية. هز وهز، هذه هز وهز، هز يا وز، هز يا وز. واضح، هذه تساهم في التنمية. هذه ترفيه. عندنا ترفيهات، الحياة مش تنمية. عندنا ترفيهات، عندنا ترفيهات. شنو الترفيهات؟ هذه تساهم في التنمية. يعني وقت اللي نجيو نعملوا ترفيه نضربوا التنمية. علاش ما تكونش مسابقات نتاع شعر، نتاع ادب، نتاع مسامات جادة، العاب؟ أي العاب بريئة. مانيش نوصل معك فيها. هل انت ضد ام عالي؟ انك ضد الحياة كريم موكا. بالعكس، ضد الغناء، ضد الرقص، ضد الموسيقى، ضد كذا، ضد هذيك. هي الحياة عندك؟ لا، جزء من الحياة. جزء من الحياة يا شيخ. ربي قال يا شيخ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هاو الأمن، تلوج الإيمان، وما فيش شرك، وما فيش رويق، وما فيش جاد، حياة جادة. وربي قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نحن لو كانوا قمنا الحدود، قمنا الحدود الشرعية على السراق وعلى الزونات وكذا، رانا ما نيش نعيشوا في المأساة هذه. يعني كان طبقنا الشريعة. إيه، طبقنا الشريعة. والشريعة ما هيش حدود فقط، شريعة أخلاق وقيم وتوزيع ثروة بعدالة وإعطاء الفقير وتوفير الصلاة والصوم والزكاة. الشريعة بالمعنى الحدود رو 16% فقط في الشرع. واضح. أخلاق، حسن الجوار، شريعة، احترام البنت جارتي وندافع على عرضها كما كنا صغار ندافع على بناتنا. الآن أول زنا يقع المحارم يا لطيف. الآن الزنا تخلي المحارم يزنوا بناتهم وخواتهم. شيخ يعطيك الصحة على الحلقة. ربي يبارك فيك. وشكرا على الحضور. الله يحفظك. ونتمنى أنك عبرت على الجزء من اللي في قلبك. جزء. نجمش تعبر على كل شيء، ولا أنا نجمت أكمل أسئلتي. إن شاء الله في فرصة قادمة، ومرحبا بك في كل وقت في برنامج صراحة. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. عايشك. عندك كلمة أخيرة تحب تقولها؟ لا، لقيتك وديع. لقيتني وديع. خوفوني منك. باهي يا سر. مرحبا بك. الله يحفظك. بارك الله فيك. عايشك. عايشك.